في واحدة من لقاءات الأسبوع رقم 5. أدي ظهر قدامنا الفرقتين على الشاشة، تشكيلة النادي الإسماعيلي، اللعيبة اللي بيظهروا على الكادر، والفرقة اللي هيبدأ بيها النهاردة الكابتن عمرو أنور في واحدة من اللقاءات المهمة لكلا الفريقين. خلينا نبدأ كده بالتشكيلة. هيبدأ النهاردة النادي الأهلي في حراسة المرمى محمد أشرف، وقدامه أربعة في المناطق الدفاعية: أحمد نبيل كوكا، محمد سلامة، هاني عمرو. النهاردة بيلعب سلامة وهاني عمرو على حساب الثنائي مغربي وحمدي ياسر، وبيلعب في الجبهة اليمين جلال فارس، في وسط الملعب محمد فخري وأحمد أشرف اتنين قدام المناطق الدفاعية، وأحمد غريب ومحمد محمود لاعب الفريق الأول اللي هيبدأ النهاردة المواجهة مع زياد طارق، ثلاثة صناع لعب ليه المهاجم الرئيسي محمد ياسر. الناحية الثانية النادي الإسماعيلي بادئ بأحمد مصطفى في حراسة المرمى، أربعة في خط الدفاع: محسن الحجف وعبد الله محمد ومحمد طاهر ومحمود البدري، قدامهم اثنين ديفندر: عبد الله السعيد وأحمد أيمن. ثلاثة صناع لعب: نادر فرج ومصطفى فارس ومحمود عبد الله والمهاجم الصريح مروان شوقي. على دكة بدلاء النادي الإسماعيلي: عبد الله جمال وأشرف خضر، محمد زيدان، أحمد زيزو، محمد البحيري ومحمود الجزار وأحمد عبد الوهاب. الناحية الثانية على دكة بدلاء الأهلوية موجود عاصم سليم حارس مرمى بديل لمحمد أشرف، لسه هو الفريقين بيستعدوا مع طائم التحكيم، وإحنا بنكمل بدلاء النادي الأهلي: يوسف صديق وكريم سعد الله، عمر حجاج ومحمد رضا وأحمد عربي وعلي عمرو. طائم التحكيم اللي هيقود المباراة النهاردة طائم من منطقة الأسكندرية: أحمد عبد الله وخالد السيد ومحمد القاضي. النهاردة اتأخروا كده النادي الإسماعيلي إن هم يخرجوا التشكيل، إنما خلاص جمعنا كل الداتا بتاعتنا، تابعنا الاستوديو التحليلي مع نجم مصر والنادي الأهلي الكابتن أسامة حسني ونجوم التحليل الفني كابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت. نتمنى مباراة قوية، فرقة 2001 اللي تعتبر أهم الدعامات للفريق الأول اللي بيقودهم الكابتن عمرو أنور على مستوى الإدارة الفنية، والناحية الثانية مع النادي الإسماعيلي الكابتن عاطف عبد العزيز، واحد من نجوم فترة التسعينيات كابتن عاطف عبد العزيز. هنقول بسرعة كده موقف الفرقتين في جدول المسابقة: النادي الأهلي 10 نقاط في المركز الثاني، يجي ورا طلائع الجيش المتصدر ب 12 نقطة من 4 أسابيع، والنادي الإسماعيلي اللي جمع لغاية دلوقتي 7 نقاط من الأربع مواجهات اللي خاضهم في المسابقة. لغاية ما يبدأ الفرقتين يستعدوا ليه بداية انطلاق المباراة، نتكلم عن آخر المواجهات هنا وهنا. النادي الأهلي تعادل مع المقاولين العرب في المرحلة رقم 4 بنتيجة 1-1، والإسماعيلي قدر إن هو ياخد 3 نقاط مهمة من نادي الاتحاد السكندري بعد فوز بنتيجة 1-0. كل فريق 4 مواجهات من بداية الموسم لغاية دلوقتي. أدي تشكيلة النادي الأهلي اللي بيغيب عنها 3 من العناصر المهمة والمؤثرة: حمدي ياسر ومحمد مغربي ومحمد أشرف، الثلاث أسماء المهمين في التشكيلة الأساسية، قلبي الدفاع حمدي ياسر ومحمد مغربي. إنما موجود النهاردة محمد سلامة وهاني عمرو، نتمنى لهم إن هم يأدوا عرض طيب. شفنا الجهاز الفني قدامنا كابتن عمرو أنور ومعاه كابتن أحمد عبد الظاهر، كابتن إيهاب خميس مدرب حراس المرمى، كابتن أحمد عبد الله المدير الإداري، ومعاهم الدكتور حسن فاضل طبيب الفريق. آدي حكمنا أحمد عبد الله صاحب ال 28 سنة اللي هيقود المباراة اللي تعتبر من المباريات والمناسبات الكبيرة في دوري الشباب، وتملي نقول صدامات الأهلي والإسماعيلي والأهلي والزمالك، ودخل بقى في السنوات الأخيرة فريق بيراميدز. إنما من أهم برضو قطاعات الناشئين اللي موجودة قطاع الناشئين في نادي إنبي ونادي المقاولين العرب على مستوى فرق الشباب والناشئين، نتمنى 90 دقيقة نشوف مباراة على مستوى عالي. آدي كابتن الأهلي محمد محمود لاعب الفريق الأول. النهاردة النادي الإسماعيلي بيستعين بخمس أسماء من قائمة الفريق الأول على فكرة في مواجهة اليوم: مصطفى فارس ومحمود عبد الله والبدري ومروان شوقي ومعاهم أحمد أيمن، عشان قوة المباراة والمنافس اللي بيلعب قدامه، وعارفين اللايحة هنعيدها كل لقاء كده، إن أنت بتستعين بخمس لعيبة من قائمة الفريق الأول، ثلاثة مواليد 99 2002، أي سن بقى أو أي واحد من اللعيبة الكبار. بدأنا على شمالنا النادي الإسماعيلي وعلى يميننا النادي الأهلي، استلام من أحمد سيد غريب يرجع لورا عند محمد أشرف اللي بيلعب النهاردة محمد من بداية اللقاء على حساب
حمزة علاء موجود في قائمة النادي الأهلي عشان لقاء بكرة حمزة علاء مع علي لطفي ومصطفى شوبير، نتمنى لهم كل التوفيق. لقاء أمام البنك الأهلي في المرحلة الثانية للدوري الممتاز للكبار، استلام من جلال أحمد من الجبهة اليمين يسند على أحمد أشرف، يرجعوا لورا في اتجاه محمد سلامة، يمرر لقدام سلامة إلى أحمد غريب، إنما مقطوعة تاني نادي الإسماعيلي محمود البدري عاوز يبدأ هجمة عند نادر فرج اللي هيشتغل من الجبهة اليمين الهجومية. أدي نادر اللي بيضغط اللاعب اللي بيرتدي القميص رقم 9 تاني في المنطقة الدفاعية محمد سلامة، لسه محدش قرب منه سلامة، وصيارة يلعبها لأحمد أشرف اللي نازل لتحت عشان يعمل مراحل البداية من الخلف للأمام. هاني عمرو لمحمد سلامة طويلة قدام يلغي بيها مراحل التحضير في اتجاه أحمد سيد غريب، لما التغطية الدفاعية من محسن الحجف وتخبط في رجله وتطلع بره إلى ضربة ركنية قريب من الكرة، ومد قرار أحمد عبد الله حكم المباراة محسن الحجف رقم 8 اللي هيشتغل في الجبهة اليمين الدفاعية، هو اسمه كده محسن الحجف، والحجف دي عيلة كبيرة قوي في الإسماعيلية. ضربة ركنية لصالح النادي الأهلي، أول ضربة ركنية من أحداث وعمر الشوط الأول في أول 5 دقايق. يا ريت زمايلنا يجيبوا لنا على الشاشة الوقت كده والنتيجة بعد إذنكم. تتلعب الضربة ركنية في منتهى الخطورة، إنما يطلع الدفاع مرة تانية الناحية التانية مستنيها وجاي وزايد أحمد نبيل كوكا، إنما تطلع بره إلى رامي التماس، تتلعب على طول لورا عند أحمد أشرف، استلام من أحمد أشرف اللي بيقرب من خط ال 18 ويلعب عرضية في الناحية العكسية في اتجاه المنطلق للأمام كوكا، إنما مقطوعة وترجع تاني على وسط ملعب النادي الأهلي. تغطية دفاعية محمد سلامة، يروح بيها سلامة هناك عند زياد طارق، تتلعب الكرة تاني في الناحية العكسية، ادي عرضية في منتهى الخطورة حلوة يا ولد يا ولد يا ولد، انما في راية، انما كان هيبقى جون في منتهى الجمال محمد محمود وتحرك روعة، انما في راية على طول من محمد القاضي. ضربة حرة غير مباشرة في اول جملة تكتيكية واضحة المعالم، لعيبة النادي الاهلي حركوا الكرة كويس قوي، البداية من عند احمد اشرف اللي راح بيها في اتجاه احمد نبيل كوكا، شال عرضية ايه في منتهى الجمال والروعة والتحرك الافضل كمان لمحمد محمود، ولكن رايه المساعد. يبقى النادي الاهلي هو اللي بيظهر في اول 5 دقايق بعرضيه في منتهى الخطوره، وراسيه محمد محمود بهدف احتسبه الحكم احمد عبد الله تسلل، هدف ملغي. تتلعب مره ثانيه على وسط الملعب، الاستلام من نادر فرج، تطلع بره الى رامي التماس، رامي التماس لصالح النادي الاسماعيلي، أول 5 دقايق تعادل السلبي بدون أهداف. الأهلي يستضيف النادي الإسماعيلي في واحدة من مواجهات دوري الشباب 2001 على ملعبه في مدينة نصر. راجع لورا أحمد نبيل كوكا اللي بيشتغل النهاردة من الجبهة الشمال الدفاعية كوكا، ولكن شفنا الهجمة الخطيرة اللي عملوها عن طريق كوكا والعرضية الجميلة النموذجية لمحمد محمود، هيلعب على طول أحمد نبيل يردها تاني على وسط الملعب احمد ايمن لاعب النادي الاسماعيلي رقم 12. ادي كوكا شفناه الموسم اللي فات في قائمه الفريق الاول في اكتر من مناسبه كوكا، وشفناه في الملعب لبعض الاوقات، وقلت ان فريق 2001 هو الامل للنادي الاهلي بلعيبه تقدر تكمل مسيرتها في الدرجه الاولى او الفريق الاول. ترجع الكره تاني لورا، هاني عمرو يستلم طويله اماميه في اتجاه الجبهة اليمين اللي بيقرب منها زياد طارق، يبقى زياد طارق بيشتغل من الطرف اليمين الهجومي، هيكمل لقدام محمد محمود، هيبقى هو المحرك الرئيسي، هيشتغل قدام ال 18 في كل الأماكن والمساحات. تروح الكرة هناك عند محمود البدري، محمود ضاغط عليه مش سايبه زياد طارق، حوار ما بين محمود البدري وزياد طارق، يطلعها بره بدون فلسفة إلى رمي التماس، تماس تتلعب على طول على حدود ال 18، يشيل الدفاع وينظف من قدام المنطقة من عند أحمد مصطفى حارس المرمى، تترد هناك عند محمد أشرف الناحية الثانية اللي بيسلمها لمحمد سلامة، سلامة ضاغط عليه مروان شوقي يحطها لقدام
عند احمد سيد غريب، محمد ياسر يرجع بيها تاني بعد ما اتضغط عليه، انما هرب من الرقابه محمد ياسر ونزل على وسط ملعبه بعد ما كان ضاغط عليه الثنائي عبد الله محمد ومحمد طاهر. احمد اشرف قصيره لهاني عمرو، طويله اماميه من هاني عند جلال فارس في الجبهه اليمين، ادي عرضيه محمد محمود جاي له احمد سيد غريب، طلع الدفاع هجمه في منتهى الخطوره، ممكن فخري يا ولد يا ولد يا ولد، جول 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 محمد فخري، واحده ايه من بره ال 18، منتهى الجمال منتهى الروعه، النادي الاهلي بعد اقل من 8 دقائق يحط نفسه في المقدمه بهدف لمحمد فخري. هنشوف الحكايه من اولها، انما قلت الاهلي هو اللي ضاغط، هدف بعد اقل من 4 دقائق او 5 دقائق لمحمد محمود لغاه الحكم، انما يرجع تاني محمد فخري اللي استلم حلو قوي واخد القرار بالتسديد في الزاويه البعيده على يمين الحارس احمد مصطفى. يبقى 1-0 للنادي الاهلي مع الدقيقه الثامنه لمحمد فخري، مسجل قبل كده فخري هدف، والنهارده بيجيب هدفه الثاني عشان يوصل النادي الاهلي ل 14 هدف خلال 5 أسابيع لعبهم في مسابقة دوري الجمهورية. 1-0. هنشوف الكابتن عمرو أنور هيستمر في عملية الضغط على لعيبة النادي الإسماعيلي عشان ما يدهمش فرصة للسيطرة وإن هم يرجعوا تاني بأمل التعادل. تتلعب الكرة أمامية في اتجاه محمد محمود، إنما يطلع أحمد مصطفى ويظبط الكرة وياخدها. يبقى محمد فخري يتقدم للنادي الأهلي. قلت لحضراتكم 7 نقاط للنادي الإسماعيلي قبل مواجهة اليوم، 10 نقاط للنادي الأهلي من 4 مواجهات، 3 انتصارات أهلوية، وتعادل وحيد كان أمام المقاولين العرب في الأسبوع رقم 4. محمد فخري مرة تانية النهاردة، العناصر اللي بتلعب من الـ5 أسماء بقى الإضافية لقائمة فريق الشباب، محمد فخري موجود، محمد محمود موجود، والناحية التانية قلت 5 أسماء للنادي الإسماعيلي بيستعين بيهم من قائمة الفريق الأول. ادي بيحذر كده الحكم وبيتكلم مع محمود البدري لاعب النادي الاسماعيلي، ضربه حره هاني عمرو يلعبها لمحمد سلامه قلبي دفاع النادي الاهلي في مباراه اليوم، احمد نبيل كوكا للخلف تماما، نبيل برضو غايب واحد من اهم اوراق النادي الاهلي احمد اشرف اللي كان بيشتغل في الحته دي في الجبهه الشمال، ودخل نبيل كوكا هو اللي بيقدم ادواره في مواجهه اليوم. ادي قدامنا كابتن احمد عبد الظاهر المدرب المساعد للكابتن عمرو انور المدير الفني، محمد فخري يقلبها حلو قوي في اتجاه احمد اشرف، محمد اشرف هو اللي غايب، انما احمد اشرف هو اللي موجود في التشكيله صانع اللعب وكابتن تيم النادي الاهلي اللاعب رقم 10. رمي التماس هناك عند محمود البدري، يلعب البدري أمامية ياخدها تاني لعيبة النادي الأهلي عن طريق أحمد سيد غريب في مساحة ضيقة مع فخري، خلصوها كويس قوي يا ولد يا لعيب، زياد طارق بمهارة هو اللي يبدأ الهجمة من تحت أمامية في اتجاه محمد ياسر، محمد ياسر خطير خطير، إنما يخلص الموقف الدفاعي محمد طاهر ويطلع في اللحظات الأخيرة إلى ضربة ركنية. يبقى النادي الأهلي هو الأخطر طوال 10 دقايق، تحركات محمد فخري مع محمد محمود والنشيط زياد طارق من الطرف اليمين، ادي لعيبه النادي الاسماعيلي بيعترضوا عايزين ضربه حره، وادي بيتكلم كابتن التيم مع الحكم احمد عبد الله، اداها في النهايه ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي، نقل نفسه احمد نبيل كوكا هو اللي هيلعب الضربه الركنيه، يلعبها على طول خطيره لما يطلع الدفاع مره ثانيه محمد طاهر، ركنيه للمره الثانيه، هجوم اهلاوي موجود وحاضر، ضغط من البدايه على لعيبه النادي الاسماعيلي، عاملين نتائج جيده على فكره، كانوا فازوا على فريق فيوتشر بخماسيه 5-1 وفازوا على الاتحاد 1-0، الانتصارين اللي عملوهم في الـ4 مواجهات. يلعب على طول كوكا لاحمد سيد غريب، ترجع تاني لاحمد نبيل كوكا، انما يقطع وطالع لقدام احمد ايمن، خلصها كويس قوي، ينقلها في وسط الملعب لي عبد الله السعيد الى رمي التماس في النهايه لصالح النادي الاهلي. ادي الجهاز الفني والاداري لفريق الشباب مواليد 2001، كان في لقاء 2006 اهلي واسماعيلي، لقاء الامس
وفاز فريق 2006 بنتيجة 3-2. يلعب على طول رمية التماس عند محمد محمود. محمد ياسر يهرب وينزل لتحت. طارق عيسى على الواقف من احمد سيد غريب اللي نقل نفسه وراح هناك في الجبهه اليمين. ادي اماميه ملعوبه عند محمد محمود، انما يطلع احمد مصطفى ويخلص الموقف الدفاعي وياخد سهله. تاني ملعوبه احمد ايمن ومحسن الحجف من الجبهه اليمين، يغيروا اتجاه اللعب في الناحيه العكسيه في اتجاه محمود البدري، للخلف تماما محمد طاهر الى احمد مصطفى. ضاغط لعيبه النادي الاهلي دلوقتي من قدام، بيعمل الضغط من المناطق الاماميه كويس كابتن عمرو انور بتعليمات صريحه من بره، ما يدوش فرصه لعيبه النادي الاسماعيلي ان هم يحركوا الكره بارتياحيه. هو ده اللي بيعمله في الخط الامامي محمد ياسر وفخري وزياد طارق، يضغطوا على المدافعين اللي جايين من ورا، يبداوا عمليات التحضير زي محمد طاهر وعبد الله محمد. تتلعب تاني اماميه، انما ياخدها احمد سيد غريب الى كوكا. يا ولد يا لعيب، ممكن يعمل انفراد. ياسر، ياسر خطير 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 بأداء اسمه كلام، استلم حلو وراح وضغط، انما تعلى خارج المرمى. فرصه مؤكده للنادي الاهلي اللي حاضر بهجمات كلها مؤثره. ادي التمريره الاماميه منتهى الجمال والروعه، هنشوف اللي عملها احمد اشرف والله اللي كان قرب كده من كوكا، وهو اللي عمل التمريره اللي فاتت ليه محمد ياسر، استلم وراح انفراد بيه احمد مصطفى، ولكن تعلى منه في هجمه وفرصه مؤكده للاهلاويه مع الدقيقه 14. 1-0 النتيجه. محمد فخري هو اللي اتقدم بعد 8 دقائق تقريبا، وكان في هدف ملغي لمحمد محمود وادي انفراد. يعني النادي الاهلي حضر 3 مرات بكرات كلها مؤثره على مرمى احمد مصطفى، سجل مره واحده ضاعت وواحده هدف ملغي. ادي استلام، انما في لمسه يد على احمد اشرف قريب الحكم، انما عمل التمريره اللي فاتت منتهى الجمال والروعه. احمد اشرف اللي حط بيها محمد ياسر انفراد ومواجهه مع الحارس. تتلعب تاني من الجبهه الشمال محمود البدري، دفاع النادي الاهلي يتعامل ويطلع ويشتت قدام المنطقه، ادى الحكم فاول وضربه حره قريب من كل كره لغايه دلوقتي احمد عبد الله. ادي التمريره اللي بتكلم عليها وعملها احمد اشرف في منتهى الجمال والروعه، ضرب بيها الخط الدفاعي بالكامل وتحرك اكتر من رائع ليه محمد ياسر، ولكن النهايه بقى اللمسه الاخيره كان عايز يشيلها من فوق الحارس، انما عليت قوي خارج المرمى. ولكن اداء جيد جدا لغايه دلوقتي للعيبه الكابتن عمرو انور خلال تلت الشوط الاول اللي احنا لعبناه، سواء على مستوى التمرير والسيطره والتمركز داخل الملعب او الهجمات المؤثره اللي عملوها على مرمى الدراويش في ال 15 دقيقه. طويله اماميه يلعبها على طول هاني عمرو في اتجاه محمد ياسر، لعيب البنيان بتاعه جيد، مهم جدا الحته دي في الناشئين والشباب ان انت يبقى عندك لعيب مقوماته البدنيه بتكون جيده، زي ما بتكلم كده على محمد ياسر قلب هجوم النادي الاهلي، واللعيب القليل في الجسم كده تملي اللي ان هو عنده المهاره اكتر، بيعوض بقى حته التكوين البدني بمهارته. تتلعب الكره تاني طويله اماميه في اتجاه محمود عبد الله، انما في فاول، ضربه حره، جلال احمد فارس يعمل فاول لصالح النادي الاسماعيلي. اقوى قدرات هجوميه لغايه دلوقتي في المسابقه للنادي الاهلي ب 14 هدف بعد الجون اللي سجلوه النهارده، اقوى قدرات دفاعيه بيشترك فيها الزمالك وفاركو. تتلعب الهجمه اماميه في اتجاه محمد محمود، انما يزحلق ويطلع بره، يخرج عبد الله محمد قلب الدفاع ويشيلها الى رمي التماس. رمي التماس جاي من ورا جلال فارس، هيلعب جلال زي الركنيه داخل الصندوق، يلعبها فعلا جامده في اتجاه محمد ياسر، يلمسها يا دوبك بدماغه، انما تروح سهله عند احمد مصطفى. مفيش اي تهديد لمرمى محمد اشرف حارس مرمى النادي الاهلي، ترجمه لواقع السيطره الدفاعيه اللي عاملها الرباعي جلال وهاني عمرو ومحمد سلامه واحمد نبيل كوكا لغايه دلوقتي
ما قلناش اي لعبه فيها خطوره على مرمى النادي الاهلي. في المقابل قلنا 3 هجمات سجل منهم النادي الاهلي مره. يلعب على طول احمد ايمن الفاول. مواليد 97 من قائمه الفريق الاول على فكره احمد ايمن اللاعب رقم 12 اللي لعب الكره اللي فاتت. خدها تاني النادي الاهلي طويله اماميه هناك عند محمد ياسر دفعه ياخد معاه فاول. عاوز يلعب بسرعه قبل ما يرتد لعيبه النادي الاسماعيلي يتمركزوا بشكل مثالي في المناطق الدفاعيه. انما هديو تاني لغايه ما ينظموا نفسهم ويبدا بقى هاني عمرو اللي هيلعب الضربه الحره. هاني عمرو طويله اماميه يشيل محمد طاهر قدام ال 18 فخري. مره ثانيه محمد طاهر يتعامل معاها ويشتت لقدام في اتجاه محمود عبد الله. عاوز يمشي بيها محمود لعيب مهاري على فكره محمود عبد الله رقم 14 لعيب مواليد 2000. ادي الاسماء اللي قلنا بيستعينوا بيها فوق سن او مرحله ال 2001 حسب اللوائح. منهم محمود عبد الله الهاف ليفت او اللاعب اللي بيهاجم من الجبهه الشمال. تاني قصيره عبد الله السعيد في المنطقه الدفاعيه عبد الله محمد. عبد الله تمريره لقدام انما واقف احمد سيد غريب ويطلعها بره الى رمي التماس. 19 دقيقه من زمن الشوط الاول تقدم اهلاوي بهدف لمحمد فخري بعد 8 دقائق من التسديده الحلوه اللي عملها من بره ال 18. تاني لعبه قصيره احمد ايمن يسيطر على الكوره. محسن الحجف في الجبهه اليمين انما يستقبلها قدام المنطقه محمد سلامه وفي رايه ضربه حره مشاور المساعد الاول خالد السيد صاحب ال 36 سنه. خالد ادي اللعبه اهي اللي اتعملت اماميه ودخل رفع رجله احمد ايمن. اشاره على طول من المساعد للحكم احمد عبد الله ويدي قراره. طويله اماميه محمد سلامه يعلقها لقدام عند محمد ياسر ياخدها محمد فخري انما تتقطع منه في وسط الملعب مصطفى فارس هيعمل هجمه مرتده لمحمود عبد الله. خطير خطير محمود عبد الله انما يا ولد جلال فارس يرجع بمساعده كده هاني عمرو يحلوا الازمه الدفاعيه في واحده من الكرات القليله المؤثره للعيبه النادي الاسماعيلي اللي وصلوا بيها لصندوق الحارس محمد اشرف. ادي اللعبه من بدايتها انطلق بيها كويس محمود عبد الله ارتداد دفاعي كان موجود من هاني عمرو عطله وكمل فيها جلال فارس الاثنين اللي خلصوا الموقف والهجمه الاخيره. تاني للنادي الاهلي من جديد احمد سيد غريب هداف النادي الاهلي بثلاث اجوان هو ومغربي برضه جايب نفس العدد بره ال 18 كره مقطوعه في منتهى الخطوره محمود عبد الله الخطير محمود عبد الله تسديده انما بجوار القايم. قلت لحضراتكم لعيب مهاري لعيب تحركاته مؤثره وايجابيه محمود عبد الله وهو اللي بيهدد مرتين دفاعات ومرمى النادي الاهلي. باين اهوت على الكابتن عمرو انور خطوره الهجمتين اللي فاتوا عشان كده يمكن بيزعق للعيبته من بره. وادي اللعبه بتاعت محمود عبد الله وقف على الكوره رغم الزياده العدديه للعيبه الاحمر جوه ال 18 ولكن اتصرف فيها محمود عبد الله بشكل جيد بجوار القايم. يبقى بدا النادي الاسماعيلي بعد 20 دقيقه تقريبا يظهر بخطورته الهجوميه بوجوده مرتين داخل 18 النادي الاهلي. تتلعب رميه التماس عملوها بسرعه في اتجاه مصطفى فارس انما يتعامل ويشيل هاني عمرو. تماس مره ثانيه محسن يلعب رميه التماس ضغط على طول على نادر فرج وياخد منها محسن الحجف رمي التماس للمره الثانيه جاي له احمد ايمن يقرب احمد ايمن انما يا ولد يا لعيب احمد نبيل كوكا يخلصها كويس قوي. محمد محمود من لمسه واحده لمحمد فخري المرتده السريعه يلعبها فخري هناك في اتجاه زياد طارق. زياد هيظبط على شماله ويدخل فعلا عملها هو زياد طارق لعبته وحتته ومكانه انما يخلصها المدافعين الى خارج الملعب. مباراه جيده لغايه دلوقتي. النادي الاهلي كان اكثر سيطره لغايه الدقيقه 18 او 19 تقريبا. نادي الاسماعيلي فاجئنا بهجمتين والمرتين عن طريق اللاعب محمود عبد الله اللي كانت بتتعاد اخر هجماته خدها تاني محمد فخري. فخري ضغط عليه محمود البدري يلعبها لاحمد اشرف في حرفنه عند جلال فارس عرضيه يعلقها الناحيه الثانيه كان ضم لجوه محمد ياسر ومحمد محمود تطلع بره الى خارج الخطوط. رمي التماس
منتصف الشوط تقريبا بالدقيقة 23، هيلعب على طول أحمد نبيل كوكا، كوكا لمحمد ياسر، تدخل دفاعي إنما يخلصها محمد محمود، يا ولد يا لعيب، يتلموا عليه تاني عبد الله محمد اللي خرج من قلب الدفاع ويخلص الكورة ويكمل فيها محسن لقدام أمامية لسه جوه الملعب هناك عند نادي الفرج، يطلعها ويخلص محمد سلامة اللي جاي من آخر الدنيا مع محمد فرج لاعب النادي الإسماعيلي، تحرك لغاية وسط ملعب الدراويش محمد سلامة قلب دفاع النادي الأهلي رقم 11 وهو اللي ضغط على نادي الفرج، ياخدها تاني أحمد نبيل كوكا، هاني عمرو، محمد أشرف، طويلة أمامية هناك عند أحمد غريب، نادي الفرج أي كلام، التمريرة يستقبلها هاني عمرو ويلعبها برضو في المكان الفاضي عند جلال فارس، يا ولد يا لعيب، يعمل عليها مجهود كبير قوي جلال ويحطها جوه الملعب، انما ياخدها عبد الله محمد من الناحيه الثانيه، نادي الاسماعيلي بيحاول ان هو يفك ويطلع ويزق شويه لقدام، عبد الله السعيد، عبد الله مع مصطفى فارس، يا ولد يا لعيب، يخلصها زي الجراح في منتهى الجمال والروعه، زياد طارق اللي رجع على وسط ملعبه قدم خدماته الدفاعيه لمحمد محمود، محمد لو بص لمحمد ياسر جون، لو بص لياسر خطيره مش ممكن، اتاخر فيها محمد محمود، اتردد كده هو يلعب على طول في المرمى ولا يلعب ليه محمد ياسر، وعشان كده قلت لو رفع عينه وعمل عرضيه لمحمد ياسر كان هيبقى الجون الثاني لا محاله، يبقى هجمات شرسه للنادي الاهلي، انما بص الراجل زياد طارق خلص الكره ازاي، مش ممكن، زي الجراح، زي الجراح، الراجل كان بيقطع كده حته بسبوسه جميله مشي بيها وعدى وبدا الهجمه وعمل واجبين في منتهى الجمال والروعه، ازاي الراجل رجع قدم خدماته الدفاعيه في جبهه جلال فارس وكمان هو اللي صمم الهجمه لمحمد محمود، ادي بقى الحته الاخيره اللي قلت اتاخر ثواني كده محمد محمود ان هو ياخد قرار يا يلعب عرضيه يا يلعب على طول في المرمى. 25 دقيقه، عشاق ومتابعي شاشه النادي الاهلي في كل مكان، الاهلي متقدم على الاسماعيلي في دوري الجمهوريه 2001، ادي تعليمات الكابتن عمرو انور وجنبه الكابتن احمد عبد الظاهر، كان في اتنين احمد عبد الظاهر على فكره في النادي الاهلي، احمد عبد الظاهر ده كان مدافع في فتره التسعينيات، وفي احمد عبد الظاهر اللي كان انتقل من نادي انبي المهاجم للنادي الاهلي، انما اللي موجود ده احمد عبد الظاهر المدافع مع الكابتن عمرو انور، ابناء النادي الاهلي في قطاع الناشئين على مستوى الاداره الفنيه، واحنا بنتكلم على ال 25 دقيقه اللي فاتوا من عمر الشوط الاول والتقدم الاهلاوي بهدف محمد فخري اللي كان ليهم الغلبه طوال 20 دقيقه تقريبا او 19 دقيقه لو اتكلمنا بالتحديد، وبعد كده بدا النادي الاسماعيلي يدخل سنه سنه كده في اجواء اللقاء هجوميا، عملوا هجمتين عن طريق محمود عبد الله، والاهلي برضو هدد بلعبه محمد محمود الاخيره، ادي محمد ياسر انما ياخدها كويس قوي رقم اثنين عبد الله محمد، ينزل له احمد ايمن يستلم منه طويله لقدام، يلعبوها في اتجاه نادي الفرج، ياخدها تاني لعيبه النادي الاهلي، عرضيه من احمد اشرف خطيره محمد محمود، مش ممكن، احمد اشرف النهارده بيعمل تمريرات في منتهى الجمال والروعه في اتجاه محمد محمود او محمد ياسر، لو الاهلي ترجم 50% من هجماته الخطيرة كانت ممكن النتيجة تبقى 2 أو 3 كمان. ادي كده الشكل والمنظر فوق ملاعب النادي الاهلي في مدينة نصر اللي بتستضيف لقاءات الناشئين والشباب. ضربة حرة احمد مصطفى، عالية طويلة امامية، جاي من الخلف هاني عمرو يطلعها انما يظبطها تاني في وسط ملعبه محسن الحجف، محمد فخري تهرب منه الكرة ما ظبطتش معاه إلى خارج الخطوط رمي التماس، كابتن عاطف عبد العزيز وجهازه الفني بيدوا التعليمات برضو للعيبة النادي الإسماعيلي، جلال فارس مسجل جون جلال من ال 14 هدف اللي سجلوهم النادي الأهلي الموسم الحالي، خلصها محمد ياسر، محمد محمود يا ولد خدها كده وان تاتش حلوه 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 اللي فاتت دي، فوقتنا يا محمد يا محمود، لو تحت كان يبقى جون عالمي، اتعملت العرضيه حلوه قوي، ادي البدايه رميه التماس بتاعه جلال فارس وحلق حلو قوي محمد ياسر على الكوره ورفع عينه، بص بقى رفعت العين دي
ظبط وقاس المسافه والمكان بتاع محمد محمود، ومره واحده يلعبها في الجون كان هيبقى هدف عالمي لمحمد محمود. اداء جيد جدا للعيبه عمرو انور النهارده، متقدمين بجون، هددوا المرمى للنادي الاسماعيلي اكتر من 5-6 مناسبات طوال ال 28 دقيقه اللي فاتوا، من لمسه واحده حلوه محمد ياسر يلعبها لجلال، جلال عرضيه يشيل الدفاع عن طريق عبد الله محمد، هناك في الطرف الشمال محمود البدري تعدي منه، محمد فخري يلعبها لجلال فارس، مقطوعه الكره من جديد ترجع لورا عند محمود البدري، يطول لقدام انما ترجع تاني لجلال فارس لاعب الجبهه اليمين للنادي الاهلي، من لمسه واحده محمد ياسر مع محمد محمود، انما كان في قرار من الحكم هنشوف مد ايه قبل ما يكمل فيها لعيبه النادي الاهلي، مد فعلا فاول لصالح الاحمر. قرارات لغايه دلوقتي من احمد عبد الله حكم المواجهه بدون اي مشاكل، قريب من كل كوره عشان كده محدش بيعترض عليه من اللعيبه. ادي اللعبه اللي كان بيكمل فيها محمد فخري، انما كان في صفاره قبلها من احمد عبد الله، ضربه حره فاول من مكان قريب، هنشوف كوكا مع محمد فخري متفقين على ايه. قريب منهم كمان زياد طارق، عجبني زياد طارق لعيب رغم ان هو ما عندوش قوه بدنيه، انما بيرجع يلتحم ويبدا الهجمات من تحت بشكل حلو قوي، زي التمريره كده اللي قطع في جبهه جلال فارس وهو اللي عمل الهجمه المرتده السريعه لصالح النادي الاهلي. ادي ضربه حره تتسدد مسافه بعيده، احمد نبيل كوكا من مره واحده انما تخرج بره الى ضربه مرمى. ضربه مرمى لصالح النادي الاسماعيلي، هيلعب على طول احمد مصطفى حارس الدراويش على وسط الملعب، طلع لفوق احمد اشرف يلعبها بدماغه، يكمل فيها محمد ياسر، محمد محمود يسيطر عليها في وسط الملعب انما يتلم عليه ثلاثه يخلصوا الموقف. مصطفى فارس مع احمد ايمن، لسه الكره موجوده عند محسن في الجبهه اليمين، انما كان مدي فاول الحكم، لعب الضربه الحره الى ايمن، احمد ايمن تمريره لقدام في اتجاه مصطفى فارس، محمود عبد الله هو اللي دخل لجوه ووقع في اللعبه اللي فاتت. محمد فخري هينادي عليه احمد اشرف، يلعبها له فعلا من فخري ليه اشرف، في الطرف اليمين زياد طارق جاي من وراه جلال بيناديله عشان يلعب له، انما تمريره تروح لمحمد ياسر بعد ما كانت خلاص تمريره مفقوده كده للعيبه النادي الاهلي بغرابه، يسيبها مدافع النادي الاسماعيلي ويكمل فيها محمد ياسر، كان هيبقى خطا دفاعي هيحملهم. ادي اللعبه اهي بعد التمريره اللي عملها وما كملش فيها احمد سيد غريب اول مره وسابها بشكل غريب محمد طاهر قلب الدفاع، كانت هتعمل مشكله على مرمى النادي الاسماعيلي، لازم حارس المرمى بيتكلم مع اخر لعيبه قدامه، وكان ينبه كده محمد طاهر انه قريب من الكوره محمد ياسر قلب هجوم النادي الاهلي، وخطا كان هيكلفهم هدف تاني. محمد ياسر لفخري على الارض، زياد طارق يطلع جلال، التحام من محمود البدري، يقع على الارض محمود البدري ان شاء الله يقوم سليم ما فيهوش اي حاجه. 31 دقيقه تقدم اهلاوي، هدف محمد فخري بعد 8 دقائق، وسيطره اهلاويه معظم فترات الشوط الاول في مناطق وسط الملعب. نادي الاسماعيلي ما كانش ليه حضور هجومي غير مره ولا اتنين، ما وصلتش لمراحل الشراسه على مرمى محمد اشرف حارس الاهلاويه، اللعبتين اللي عملهم محمود عبد الله واحده بجوار القايم والثانيه اتعامل معاها المدافعين، دي اهم المشاهد الهجوميه للعيبه النادي الاسماعيلي في مواجهه اليوم. الناحيه الثانيه النادي الاهلي هدد مرمى احمد مصطفى ودفاعاته اكتر من 3-4 مرات بخلاف الجون اللي سجله وهدف كمان ملغي لمحمد محمود، لغايه ما يقوم كده محمود البدري لاعب النادي الاسماعيلي. بنتكلم ونعمل ملخص لل 32 دقيقه اللي اتلعبوا، ادي بدلاء النادي الاسماعيلي اثنين لعيبه بيعملوا عمليه الاحماء، موجود النهارده معاهم على الدكه عبد الله جمال حارس بديل
لاحمد مصطفى واشرف خضر ومحمد زيدان واحمد زيزو محمد البحيري محمود الجزار واحمد عبد الوهاب. بيتكلم الكابتن عمرو انور مع محمد فخري لاعب الوسط المهاجم، لعيب كويس قوي كان جابه النادي الاهلي من قطاع الناشئين في نادي غزل المحله من موسمين. عنده تطلعات الراجل ان هو يكون موجود بشكل مؤثر بقى في قائمه الفريق الاول الفتره اللي جايه. عبد الله محمود اماميه، من الناحيه الثانيه يشيلها هاني عمرو، جلال احمد فارس لزياد طارق، محمد ياسر ينزل ويهرب شويه من الرقابه وياخد معاه فاول، ضربه حره تتلعب بسرعه عند هاني عمرو الى محمد سلامه، محمد سلامه يطول لقدام هناك عند محمد محمود يطلع الدفاع ويتعامل انما يظبطها تاني محمد فخري على الارض قصيره. جلال فارس، جلال يلعبها عند زياد طارق، الاثنين اللي عاملين تهديد دائم من الجبهه اليمين للنادي الاهلي ولكن تسلل. ضربه حره غير مباشره. بنهني كابتن محمود الخطيب اسطوره الكوره الافريقيه والعربيه والمصريه بعيد ميلاده ونقول له كل عام وانت محبوب يا بيبو. وبنتكلم على محمود الخطيب النجم الكبير اللي توقف عنده التاريخ كتير كلاعب كره وسيتوقف عنده التاريخ ايضا كواحد من افضل رؤساء النادي الاهلي. كل سنه وانت طيب يا بيبو. تلعب الكره بره هتلاقي تهنئه لبيبو من كل الدنيا، جميع بقى المواقع الرياضيه المصريه والعربيه والافريقيه، موقع الكاف، الفيفا، بنتكلم على اسطوره في الكوره. رمي التماس لصالح النادي الاهلي، جلال فارس لاعب الجبهه اليمين اللي مقدم ادوار جيده النهارده على المستوى الدفاعي والهجومي، بره الملعب الى رمي التماس قبل محمد محمود. طبعا عارفين خطوره محمد محمود عشان كده هنلاقي على طول عبد الله السعيد قريب منه في كل التحركات وعايزين يوقفوا محمود من بدري من قبل ال 18 كده عشان ما يوصلش لاماكن الخطوره. استلام تاني من بره ال 18 تمريره انما يطلع برافو يا ولد احمد مصطفى حارس المرمى ياخدها. ادي احمد مصطفى قدامنا يلعب على طول احمد في اتجاه عبد الله محمد. احمد ايمن نزل لتحت واستلم تمريره مقطوعه، يعمل بلوك كويس قوي احمد اشرف قدامه انما تترد تاني على دفاعات محمد سلامه وهاني عمرو. دي التمريره البينيه اللي كانت اتعملت في اتجاه محمد محمود وطلع الحارس خدها كويس قوي احمد مصطفى. انما النهارده احمد اشرف وزياد طارق الاثنين بيعملوا التمريرات في عمق دفاعات النادي الاسماعيلي بشكل مؤثر جدا، شفناهم ثلاث اربع مرات منهم مرتين محمد محمود كان قريب للتسجيل. بعرض الملعب كوكا يحطها هناك عند هاني عمرو، قلب الدفاع الثاني مع محمد سلامه اللي لعبوا على حساب حمدي ياسر ومحمد مغربي في تشكيله مباراه اليوم. طويله اماميه طلع الدفاع مره ثانيه محسن الحجف ياخدها، محسن ضاغط عليه احمد سيد غريب، محمد ياسر من بره المنطقه، محمد ياسر يلعب عرضيه خطيره ممكن فخري يا ولد يلعب على الترقيص، فخري يلعبها تاني هناك عند كوكا في الطرف الشمال حطها جوه الملعب لغريب، الدفاع يشيل ويطلع. اول ما يوصل لعيبه النادي الاهلي على 18 الثنائي عبد الله محمد ومحمد طاهر تشعر بالخطوره، انفراد خطيره انما في رايه تسلل على محمود عبد الله. واحنا بنتكلم على خطوره لعيبه النادي الاهلي عملوا مرتده سريعه انما في رايه موجوده من خالد السيد. اقل من 9 دقائق على نهايه احداث الشوط الاول، تقدم اهلاوي بهدف دون مقابل لمحمد فخري في الدقيقه الثامنه. اهلي واسماعيلي دوري جمهوريه 2001 اللي بيستضيفه النادي الاهلي على ملعبه في مدينه نصر باداء جيد على مستوى السيطره والتمرير والتمركز وايضا الهجمات المؤثره. بكل امانه هو ده اللي قدامنا بنقوله، ضربه حره قدام فرقه قويه زي فرقه النادي الاسماعيلي، برضه عاملين لقاء دفاعي لغايه دلوقتي لعيبه النادي الاسماعيلي وبيقفلوا بقدر الامكان على الاوراق الهجوميه والمؤثرات بتاعه تشكيله الكابتن عمرو انور في المناطق الاماميه. ادي اللعبه اللي اتردت بهجمه وكان فيه
التسلل على محمود عبد الله، مواليد 2000 محمود عبد الله على فكره، انما لعيب كويس من اللعيبه النهارده برضو في الوقت اللي لمس الكوره وتحركاته الجيده محمود عبد الله في وسط دفاعات النادي الاهلي. احمد اشرف اللاعب المهاري، ترجع لورا من كوكا لمحمد سلامه بعرض الملعب، هاني عمرو فاتح له هناك في الجبهه اليمين اللي فيها جلال فارس، يرجع تاني على سلامه، مرحله تحضيريه عاوزين يسحبوا لعيبه النادي الاسماعيلي على وسط ملعبهم. جامده المره دي التمريره من محمد سلامه، بيعتذر له هوت هاني عمرو، بيقولوا له من بره تبقى احنا هنا شويه التمريره، اخر اتنين في الملعب. ادي الكوره اللي عملها من وسط ملعبه مصطفى فارس وعمل بيها انفراد محمود عبد الله، وكان فيه رايه من المساعد يتكلم عليها بقى الاستوديو التحليلي. معانا الكابتن اسامه حسني نجم مصر والنادي الاهلي، ونجوم التحليل الفني كابتن محمد حشيش، ونجم الاحصائيات والارقام الدكتور احمد ثابت. تلعب الكره تاني، جلال فارس استلم جلال، تمريره قصيره من جلال لاحمد اشرف، هو الكنترول، هو اللاعب اللي بيعمل عمليه الربط، هو اللي بيديك شكل في منطقه وسط الملعب، احمد اشرف رقم 10. النقطة المحورية في الأداء، تسديدة جامدة خطيرة ممكن أحمد سيد غريب، إنما يا ولد يا أحمد يا مصطفى حلوة حلوة اللي فاتت، عايزين نشوفها من الأول، عايزين نشوفها من الأول، تسديدة من بره ال 18 خطفتنا كده الكرة اللي فاتت، وأحمد مصطفى يتألق فيها. هجمات أهلاوية ما زالت هي الأخطر في مواجهة اليوم، التألق من نصيب أحمد مصطفى حارس مرمى النادي الإسماعيلي في أكتر من لعبة، ردت لأحمد سيد غريب، انما هنشوف تاني. ادي اللعبه ايه بتاعت محمد ياسر، تسديده حلوه وبرافو يا ولد، اختبارين ثلاثه لاحمد مصطفى اجت فيهم وردت الكره، انما كان في قرار بقى بضربه حره لصالح النادي الاسماعيلي. يبقى النادي الاهلي مازال هو الاكثر خطوره على 18 النادي الاسماعيلي، عرضيه ملعوبه من عند البدري، خلصها تاني محمد سلامه من داخل المنطقه ويطلعها محمود البدري الى رمي التماس. 6 دقايق على نهاية أحداث الشوط الأول، الأهلي متقدم بجون. لقاءات الأسبوع رقم 5 من دوري الجمهورية 2001، فريق الشباب للنادي الأهلي، محمد فخري صاحب هدف المباراة الوحيد لغاية دلوقتي، فخري عند محمد ياسر، إنما مكتف ويدي إنذار الحكم للمدافع عبد الله محمد، يبقى في إنذار لعبد الله محمد قدامنا. دي التسديدة الحلوة اللي عملها محمد ياسر قلب هجوم النادي الاهلي، والمتابعه كانت من احمد سيد غريب، انما كان في رايه تسلل على احمد غريب بيأيد الانذار بتاعه احمد عبد الله، وضربه حره لصالح النادي الاهلي. فاول واقف عليها محمد فخري، وعلى الارض في اعتقادي محمود عبد الله اللاعب المهاري، وده الالتحام اللي عمله والتكتيفه بتاعت عبد الله محمد قلب الدفاع مع محمد ياسر مهاجم النادي الاهلي اللي خد فيها فاول محمد ياسر وكارت. بيتكلم برضو مساعدين الكابتن عاطف عبد العزيز جهاز الفني للنادي الاسماعيلي مع الحكم، وقام محمود عبد الله سليم الحمد لله ما فيهوش اي حاجه، سلامات يا محمود، روح طيبه بين اللعيبه في الملعب، مباراة على المستوى الفني لعيبة النادي الأهلي كان ممكن يتقدموا بأكتر من جون بعدد الهجمات اللي وصلوا بيها على دفاعات محسن الحجف وعبد الله محمد وطاهر ومحمود البدري، إنما تألق أحمد مصطفى الحارس. ضربة حرة تتلعب على طول في اتجاه محمد ياسر، دفعة من ياسر وياخد معاه فاول قدام ال 18 لصالح عبد الله محمد. يطلع من بره المنطقة أحمد مصطفى ويطول لقدام، يلغي بيها مراحل التحضير بتمرير طولي أمامي في اتجاه محمود عبد الله. كابتن خالد بيبو موجود، مدير قطاع الناشئين في النادي الأهلي، مدير الفني بقى للقطاع بروكيتش التشيكي، كابتن خالد بيبو مدير القطاع. تلعب الكرة تاني في الطرف الشمال، محاولة للنادي الإسماعيلي، أكتر تحركاتهم الهجومية كانت من الطرف اللي فيه محمود البدري ويميل عليه محمود عبد الله. ادي اللعبه تاني
لما كان في التحام وخدوا معاها فاول. خلاص اخر 3 دقايق هنشوف النادي الاهلي هيقدر يحافظ على التقدم لغايه التعليمات الجديده في ال 15 دقيقه الاستراحه. هيقول ايه لعيبته الكابتن عمرو انور، والناحيه الثانيه الكابتن عاطف عبد العزيز اللي متاخر بجون وعايز يعدل النتيجه. تتلعب الكره هناك في الطرف اليمين انما بره الملعب الى رامي التماس. رامي التماس عند احمد نبيل كوكا الى محمد فخري، يرجع لورا فخري الى هاني عمرو، هاني يحطها هاني عمرو لجلال فارس. تمريرات بعرض الملعب ما بين الثلاثي الدفاعي محمد سلامه وهاني عمرو وجلال فارس عشان يسحبوا بيها بس الخط الامامي مروان شوقي ونادر فرج ويبداوا الهجمه لقدام. ادي تمريره قصيره هيضغطوا نفسهم بعد ما اتقطعت الكوره من جلال الباك اليمين، ياخدها النادي الاسماعيلي عن طريق احمد ايمن اللي بيحرك عند مصطفى فارس من الجبهه الشمال في منتهى الخطوره. تكتل دفاعي يا ولد يا لعيب، يرجع محمد فخري بشكل كويس قوي داخل ال 18 ويخلص الكره اللي فاتت. محمد فخري برافو يا ولد، يساعد زمايله دفاعيا وهو اللي يحل المشكله. ترجع الكره لورا محمد سلامه، يعليها محمد سلامه كوكا يعمل عليها كنترول. يا ولد يا لعيب يا كوكا، احمد نبيل كوكا ياخد الكره انما يشترك معايا ويديله كتف كده نادر فرج، وقرار بضربه حره لصالح احمد نبيل كوكا. الثواني والدقايق الاخيره من احداث وعمر الشوط الاول، بيتكلم اهو الحكم مع نادر فرج بيقول له مش عايزين اعتراض، ادى قراره خلاص. وكان في التحام مع احمد نبيل كوكا اللي اشتغل النهارده قلت لحضراتكم في الجبهه الشمال الدفاعيه في تشكيله الكابتن عمرو انور، وبيطمن عليه لاعب النادي الاسماعيلي ان شاء الله يقوم كوكا. ادي الراجل هو تباين حتى رجله كده ورمه باينه هيت، ادي رجل احمد نبيل كوكا ان شاء الله يقوم سليم ما فيهوش اي حاجه، وبيوريها للحكم على الالتحام اللي فات مع لاعب النادي الاسماعيلي. انما ان شاء الله هيقوم كوكا ويكمل. وقلت لحضراتكم 3 غيابات مهمه في تشكيله النادي الاهلي في مواجهه اليوم الصعبه صدام الاهلي والاسماعيلي في دوري الشباب. قلنا حمدي ياسر ومحمد مغربي قلبي الدفاع، ومحمد اشرف لاعب الجبهه الشمال الدفاعيه، دول اهم 3 اسماء موجود النهارده على الدكه. اكتر من لاعب ممكن يكون ليهم ادوار الوقت اللي جاي في تشكيله النادي الاهلي. موجود كريم سعد الله وعمر حجاج ومحمد رضا واحمد عربي وعلي عمرو ومعاهم يوسف صديق والحارس عاصم سليم. رجعنا تاني للوقت المتبقي من احداث الشوط الاول. خلاص 45 دقيقه، الحكم هيبدا في الوقت المحتسب بدل الضائع. لعيبه النادي الاهلي بتستهلك كده الوقت المتبقي، يخرجوا متقدمين خلال ال 45 دقيقه الاولى، وبعدين يفكر بقى الجهاز الفني هيعمل ايه بتعليمات جديده للشوط الثاني. كوكا هو عاوز يستأذن وينزل، يرجع بيها لورا احمد اشرف عند محمد سلامه، زنقوا كده جنب الركنيه وكان قريب منه نادر فرج اللي اشتغل من الجبهه اليمين الهجوميه وكان بيقرب من الصندوق مع مروان شوقي. هيلعب على طول لقدام محمد سلامه، سلامه لمحمد محمود، محمد محمود على الارض حلوه يحطها لزياد طارق، عاوز يطلع جلال فارس، الفكره كويسه انما تخبط في محمود البدري، ياخدها تاني زياد لمحمد فخري بترقيصه يرجع بيها لورا عند هاني عمرو الى زياد طارق اللاعب المهاري. يا ولد يا لعيب، 1 و2 و3 و4، الراجل قلب نص الفرقه، قلب نص الفرقه، انما الحكم يقول كمل العب مفيش اي حاجه. لعيب حلو قوي ولعيب مهاري حاجه تفرح زياد طارق، جاي من ورا محمد سلامه، محمد سلامه انما تهرب منه وتطول شويه تطلع خارج الخطوط. الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل الضائع، بص زياد طارق، بص زياد طارق بيعمل ايه، ادي واحد واللي في ظهره يبقى 2 وادي الثالث وادي الرابع، وكان داخل كمان على كابينه التعليق يرقصنا، لعيب حلو قوي، وادي الخامس كمان، نص الفرقه، نص الفرقه زياد طارق. انما ترجع الكره لورا عند محمد اشرف حارس مرمى النادي الاهلي اللي قلت لحضراتكم برضو من اهم الغيابات، حمزه علاء حارس المرمى اللي موجود في قائمه الفريق الاول ان شاء الله للقاء الغد، نتمنى لهم كل التوفيق امام
البنك الاهلي. الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدل الضائع، طويله اماميه في اتجاه محمد ياسر، يشيل من الناحيه الثانيه طاهر قلب الدفاع خارج الملعب الى رمي التماس، اوت لصالح زياد طارق، لسه ما حدش قرب منه، هيسيبها لجلال فارس ويطلع ويزيد لقدام. هنتابع مع حضراتكم بين الشوطين ان شاء الله استاد الاشبال مع النجم الكابتن اسامه حسني ونجوم التحليل الفني كابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. تتلعب الكوره انما ياخدها تاني لعيبه النادي الاسماعيلي، عاوزين يعملوا مرتده في وسط الملعب. عبد الله السعيد يعطل كويس قوي محمد محمود ويوقف بدايه الهجمه من الطرف اليمين محسن الحجف ولكن خارج الملعب. رمي التماس احمد اشرف، يرجع اشرف لورا لمحمد سلامه. قلت لحضراتكم لعيبه النادي الاهلي خلاص عارفين ان الشوط انتهى، مش عايزين يغامروا هجوميا ويطلعوا لقدام عشان يحافظوا على التقدم. محمود البدري يطول، محمود البدري اماميه في اتجاه مروان شوقي اللي نزل لتحت، تسديده جامده انما الزاويه الضيقه، وهنشوف الحكم كان مد ايه. في صفاره من الحكم، مروان شوقي من بره ال 18 بيقوم هو محمد فخري. عاجبني الروح بين الولاد اللعيبه قوي، لعيب يقع زميله بيقومه. لعيبه الاهلي والاسماعيلي النهارده في المواجهه والصدام القوي، ادي اللعبه هي بتاعت مروان شوقي ومحمد فخري اللي حضن عليه بخبره حلو قوي وخلاه يزقه ياخد معاه فاول بعد ما كانت هجمه مؤثره على النادي الاهلي. صفاره نهايه الشوط الاول من الحكم احمد عبد الله، تقدم النادي الاهلي بهدف عن طريق محمد فخري بعد 8 دقائق. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية عشاء ومتابعي شاشة النادي الأهلي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 45 دقيقة جديدة، الشوط الثاني من أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي دوري الجمهورية 2001، اللي انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم أهلاوي عن طريق محمد فخري لاعب الوسط المهاجم في الدقيقة الثامنة من بداية عمر اللقاء، وسيطر الأهلي معظم الأوقات على أمور الفنية بالكامل سواء على مستوى السيطرة والتمرير والهجمات المؤثرة. اللي ما كانش متابع معانا بقى الشوط الأول هنتكلم شوية كده لغاية ما يبدأ الفريقتين يظهروا ونبدأ أحداث الشوط الثاني. التشكيلة اللي كان بدأ بيها الكابتن عمرو أنور المدير الفني للنادي الأهلي بدأ النهاردة بمحمد أشرف في حراسة المرمى، وأحمد نبيل كوكا في الطرف الشمال الدفاعي، اثنين قلبي دفاع محمد سلامة وهنا عمرو، وجلال فارس في الجبهة اليمين، محمد فخري وأحمد أشرف اثنين قدام المناطق الدفاعية، وزياد طارق محمد محمود أحمد سيد غريب ثلاثة مصممين هجمات للمهاجم الرئيسي محمد ياسر. دي كانت تشكيلة النادي الأهلي اللي أجادوا في عملية الضغط المستمر على لعيبة النادي الإسماعيلي طوال أوقات ال 45 دقيقة الأولى. أدي نازل قدامنا محمد ياسر، عمل شوط أول جيد جدا. الكابتن خالد بيبو اللي بيتابع اللقاء مدير قطاع الناشئين، واحنا بنتكلم على التشكيله والشكل اللي قدوا بيه برضو نراجع كده تشكيله النادي الاسماعيلي مع حضراتكم. بدا احمد مصطفى في حراسه مرمى الدراويش، وقدامه محسن الحجف في الجبهه اليمين، عبد الله محمد محمد طاهر اثنين قلبي دفاع، محمود البدري في الطرف الشمال معاهم عبد الله السعيد واحمد ايمن اثنين ديفندر مع ثلاثه صناع لعب، نادر فرج مصطفى فارس ومحمود عبد الله. ليه مروان شوقي بقى الفرود الصريح في الخط الامامي. دي كانت تشكيله النادي الاسماعيلي اللي بداوا يظهروا هجوميا بعد تقريبا 20 دقيقه من احداث الشوط الاول، وراحوا مرتين بخطوره محمود عبد الله على مرمى محمد اشرف حارس مرمى النادي الاهلي، ولكن اتعامل الدفاع مع لعبه واللعبه الثانيه كانت بجوار القايم. دي كانت اهم الفقرات الهجوميه المهمه للعيبة النادي الإسماعيلي. في المقابل بقى النادي الأهلي هدف لمحمد محمود ملغي، ضربة الرأس اللي عملها في أول 10 دقايق، وهجمات بقى مؤثرة عن طريق زياد طارق، واحد من اللعيبة اللي أجادوا في الشوط الأول زياد طارق اللاعب رقم 40 بمهارته والتمريرات البينية اللي عملها في منتهى الخطورة لزمايله طوال أحداث الشوط، هو ومحمد فخري واحمد اشرف الثلاثه اللي اثروا في الاداء الهجومي. احمد سيد غريب عنده افضل من كده
لو اتحرك بإيجابية خلال الشوط الثاني هيفرق مع المناطق الهجومية للعيبة النادي الأهلي. هنشوف هل في تبديلات ولا هيكمل بنفس التشكيلة الجهاز الفني سواء هنا أو هنا. النادي الإسماعيلي اللي استعان النهاردة بقول لحضراتكم بخمس لعيبة من الفريق الأول موجودين النهاردة في تشكيلته، أحمد أيمن ومحمود عبد الله والبدري ومروان شوقي، ومعاهم نادر فرج. ادي الاسماء اللي بقول لحضراتكم النادي الاسماعيلي استعان بيها من مواليد بقى 99 و2000. احمد ايمن مواليد 97. نزل خلاص الفرقتين لارض الملعب، وادي حكمنا احمد عبد الله، طاقم حكام سكندري بيقود مواجهه اليوم. احمد عبد الله اللي بيتكلم مع زياد طارق لاعب النادي الاهلي، وبيساعده خالد السيد ومحمد القاضي، عملوا برضو شوط طيب طاقم التحكيم النهارده، مفيش اي قرارات فيها مشاكل او صدمات مع اللعيبه. نتمنى الشوط الاول اللي احنا تابعناه ما يقلش مستوى ال 45 دقيقه الثانيه عن الاداء، سواء مستوى لعيبه النادي الاهلي هجوميا او النادي الاسماعيلي اللي عمل جيم دفاعي مستنى الهجمات المرتده يشتغل عليها. بيشاور اهو للاثنين المساعدين احمد عبد الله. هنبدا مع بعض الشوط الثاني، هيبقى على شمالنا النادي الاهلي بالتشكيله اللي قلناها وهنعيدها تاني، والنادي الاسماعيلي على يميننا بزيه التقليدي، القميص الاصفر والشورت الازرق الشراب الابيض. المنطقه الدفاعيه الاستلام موجود من هاني عمرو، يرجع ورا لمحمد اشرف اللي لعب النهارده على حساب حمزه علاء الحارس الاساسي اللي موجود مع الفريق الاول في قائمته لمباراه الغد في الدوري الممتاز الاهلي والبنك الاهلي، نتمنى لهم كل التوفيق. ضربه حره لصالح النادي الاسماعيلي، فريق الاول فاز على الاسماعيلي بربعيه، وفريق 2006 فاز على النادي الاسماعيلي 3-2. نتائج القلعه الحمراء مع ابناء الدراويش في كل المسابقات. في وسط الملعب استلام من مصطفى فارس، عبد الله السعيد يحطها هناك في الطرف اليمين عند نادر فرج، يشتت الدفاع، راجع لورا احمد سيد غريب بيقدم خدماته من بدري، يقلبها تاني محمد طاهر على جنب، محمد ياسر قلب هجوم النادي الاهلي ياخدها ويظبطها لمحمد فخري، هيبص هناك في الجبهه اليمين، انما زياد طارق يقرب منه. حلوه التمريره كانت في اتجاه كريم سعد الله، شايف انا كريم تبديل اول للنادي الاهلي، وهنشوف سحب مين الكابتن عمرو انور. شايف انا كريم سعد الله رقم 25 من بدايه الشوط الثاني، هيعمل اسقاط الحكم احمد عبد الله. احمد مصطفى حارس الاسماعيلي اللي عمل شوط اول جيد، شال كورتين ثلاثه في منتهى الخطوره كانوا ممكن يرفعوا النتيجه للعيبه النادي الاهلي. ادي كريم سعد الله يلعبها كريم في اتجاه احمد اشرف، انما تترد تاني من الجبهه الشمال، ياخدها احمد اشرف لمحمد ياسر، طويله اماميه عند محمد محمود انما اقرب ليها، يطلع ويدخل بيها منطقه جزاؤه احمد مصطفى حارس المرمى. ملعوبه تاني احمد ايمن، تمريره يعدي من عليها زياد طارق بالذكاء عشان ياخد منها رمي التماس، كانت تمريره جامده من احمد ايمن لاعب الوسط، كانت هتعمل مشكله لو اتقطعت وتردت على فرقته وهم كلهم زايدين لقدام. محمد فخري يا ولد يا لعيب، يغير اتجاه اللعب هناك عند جلال، جلال فارس، جلال عاوز يدخل بيها جلال لجوه، في اعتقادي كده نبيل كوكا خرج مصاب، ونقل جلال فارس للجبهه الشمال الدفاعيه، وكريم سعد الله هيلعب باك يمين. ادي قدامنا كريم اهو، حط سن الجزمه ويطلعها بره، يبقى فعلا كده احمد نبيل كوكا اللي كانت خبط فيه نهايه الشوط الاول سحبه الجهاز الفني وعمل تبديله بقى تكتيكيه جوه الملعب، نقل جلال فارس للجبهه الشمال الدفاعيه ودفع بكريم سعد الله، اللعيب اللي عنده اكتر من دور على فكره كريم، شفناه في منطقه وسط الملعب كلاعب ارتكاز او ديفندر رئيسي كريم سعد الله، انما هيقدم بقى خدماته في الجبهه اليمين النهارده. رمي التماس، نادر اسماعيل يلعب على طول في اتجاه عبد الله السعيد،
عبد الله لمحسن اللي منطلق وطالع لقدام زايد، انما مقطوع الكرة احمد سيد غريب اللي راجع لورا في 30 متر الاخيره في ملعبه. وهنشوف الحكم مد ايه مع الفاول، هل في انذار في اعتقاد هيدي كارت لو الكادر فتح كده. ادي لعيبه النادي الاهلي بيتكلموا مع احمد عبد الله. هيقوم احمد سيد غريب اللي قلت لحضراتكم هداف النادي الاهلي بثلاث تجوان، نفس رصيد محمد مغربي اللي غايب عن مباراة اليوم. اللعيبة المصابين محمد مغربي و قلب الدفاع الثاني حمدي ياسر. تتلعب تاني من زياد طارق قدام ال 18، محمد ياسر، محمد لسه ما حدش قرب منه، محمد ياسر يرجع لورا عند محمد سلامة، يطول لقدام سلامة هناك عالية انما جامدة قوي على جلال فارس، تطلع بره الى ضربة مرمى. ضربة مرمى لصالح النادي الاسماعيلي، يلعبها على طول جلال على جنب، محمد طاهر لعبد الله محمد، ضغطه كويس قوي محمد محمود في الخط الامامي، ولكن في فاول يدي ضربة حرة، فاول عند عبد الله محمد. كالعاده بيطلع الحارس احمد مصطفى هو اللي يلعب ويريح المدافعين كده ويبدا الهجمه هو من الضربات الحره قدام ال 18. تعدي خط المنتصف يردها تاني زياد طارق، يشترك معاه احمد ايمن وياخد معاه لمسه يد، ضربه حره. الاسماعيلي 7 نقاط قبل مواجهه اليوم، الاهلي 10 نقاط، المرحله رقم 5. هنشوف الهجمه، انما تدخل دفاعي هاني عمرو يقفل قبل ما يروح بيها محمود عبد الله، اخطر لعيبه النادي الاسماعيلي اللي اتكلمت عليها خلال الشوط الاول لاعب محمود عبد الله، ويمكن المرتين ثلاثه اللي ظهروا بتاثير على دفاعات النادي الاهلي كانوا كلهم عن طريق محمود رقم 14 اللي بتكلم عليه. من لمسه واحده زياد طارق انما قصيره، تروح تاني الى محمود عبد الله، يتلم عليه كريم سعد الله وجاي له كمان قلب الدفاع هاني عمرو، يرجع لورا عند محمود البدري، تقفيل دفاعي لعيبه النادي الاهلي 8-9 لعيبه، خلاص كل اللعيبه بقوا في وسط ملعبهم بما فيهم محمد ياسر ومحمد محمود الثنائي الهجومي. خدها تاني محمود عبد الله من بره ال 18، بيحاول محمود، تمريره مقطوعه، ممكن المرتده، ممكن المرتده السريعه، يلعبها على طول احمد اشرف الى محمد فخري بوش رجله، يطلع محمد ياسر بعد عن المواجهه، انما عرضيه خطيره حلوه الناحيه الثانيه، وتدخل دفاعي من محسن الحجف عشان يشيل الكره العرضيه الجميله، عملوا هجمه في منتهى الجمال لعيبه النادي الاهلي عن طريق فخري محمد محمود. ادي احمد غريب بيقلبها بدماغه، تشتيت دفاعي من لعيبه النادي الاسماعيلي، عاملين كثافه وتكتلات بشريه قدام ال 18 خارج الخطوط الى رمي التماس، تماس اهلاويه، جلال يلعبها، جلال فارس لاحمد غريب لجلال، ضغط دفاعي من عبد الله محمد، تطلع بره الى رمي التماس. ادي اللعبه اللي كان رايح بيها محمود عبد الله، وتطلع منه لخارج الملعب الى رمي التماس. الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بيتكلم مع الكابتن احمد عبد الله، قلت طائم تحكيم سكندري لمواجهه اليوم. اعتراضات، انما بدون اي مشاكل من الجهاز الفني الاسماعيلاوي. اللعيبه اللي على الدكه بتعمل عمليه الاحماء، بدلاء النادي الاسماعيلي عبد الله جمال واشرف خضر ومحمد زيدان واحمد زيزو والبحيري ومحمود الجزار واحمد عبد الوهاب. قلنا الاهلي عمل تبديل اضطراري بوجود كريم سعد الله مكان احمد نبيل كوكا، التبديل الوحيد في المباراه لغايه دلوقتي. لعب الكره هناك، ياخدها بشكل كويس محمد سلامه، برافو يا ولد يا لعيب، ويطول لقدام عند محمد ياسر، يلتحم احمد سيد غريب، ممكن يعمل خطوره احمد سيد غريب، انما لوحده خالص تروح عند احمد مصطفى، حاول فيها احمد غريب بعد ما لمسها له محمد ياسر، وهما الاثنين اللي كملوا في الهجمه الاخيره. تراجع للعيبه النادي الاهلي في وسط ملعبهم الدقيقتين اللي فاتوا،
حد واقع على الارض يطلعوا الكوره بره زياد طارق لغايه ما نشوف مين اللي واقع الناحيه الثانيه. برضو بدلاء النادي الاهلي بيعملوا الاحماء، يوسف صديق وعمر حجاج ومحمد رضا واحمد عربي وعلي عمرو ومعاهم عاصم سليم حارس المرمى. تلعب على طول مره تاني من محمود البدري، محمد طاهر 9 دقائق تقريبا من الشوط الثاني، الدقيقه 54 من احداث المباراه، تمريره اماميه في منتهى الخطوره، انما يا ولد يا ولد يا جلال يا فارس خلصها حلو قوي قبل نادر فرج ما ينقض عليها، ياخدها تاني لعيبه نادي الاسماعيلي اللي بدايه الشوط الثاني افضل من بدايه المباراه ليهم، عايز يعدي بيها انما تطلع بره من محسن الحجف الى ضربه مرمى. محاولات من محسن لاعب الجبهه اليمين اللي بدا يظهر ويتجرأ على المنطقه الدفاعيه للنادي الاهلي، الباك اليمين في تشكيله الكابتن عاطف عبد العزيز، ادي قدامنا اهوت محسن الحجف اللي بتكلم عليه، طولت منه اللمسه الاخيره وبيحيوه كده زمايله اللي بيعملوا عمليه الاحماء خلف مرمى محمد اشرف حارس مرمى النادي الاهلي. تلعب طويله كريم سعد الله انما طويله عليه جامده، تبقى رمي التماس. ادي الحضور الجماهيري اعضاء النادي الاهلي في مدينه نصر اللي بيتابعوا فريق الشباب في مواجهه اليوم الصدام القوي مع النادي الاسماعيلي. قلنا في المرحله رقم 5 10 نقاط للنادي الاهلي من 3 انتصارات وتعادل، و7 نقاط للنادي الاسماعيلي من 2 انتصار وتعادل وهزيمه. أول اختيارات الكابتن عاطف عبد العزيز من داخل الملعب مروان شوقي السنتر فيرويد أو المهاجم الصريح بتاعه يخرج، وهنشوف كده دفع بمين من بره معاه أحمد زيزو ومحمد زيدان 2 من اللعيبه اللي بيشتغلوا في المناطق الهجوميه. لعب الكرة عالية طويلة أمامية من وسط الملعب يلمسها مصطفى فارس، فعلا دفع بيه أحمد زيزو زي ما قلت لحضراتكم، يبقى زيزو يسحب مهاجم وينزل مهاجم صريح الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي، مروان شوقي يخرج ويلعب مكانه احمد زيزو، تتلعب تاني طويله اماميه محمود عبد الله انما ياخدها منه كريم سعد الله اللي بيقدم خدماته في الجبهه اليمين مكان جلال فارس اللي اتنقل الناحيه العكسيه عشان يلعب مكان كوكا. ضربه حره لصالح احمد اشرف اللعيب المهاري، أكتر من لعيب في النادي الأهلي تحب الكرة تجيلهم، سواء بقى زياد طارق أو أحمد أشرف اللي خد الفاول قدامنا، لعيبة مهارية تقدر تخلص المواقف الفردية في مواجهة أي لعيبة قدامها ويبدأوا التحضير والتمرير من تحت بشكل مؤثر وجميل. طويلة عند محمد ياسر، تدخل من لعيبة النادي الإسماعيلي أحمد أيمن وعبد الله محمد، قريب الحكم ويدي قرار بفاول لصالح عبد الله لاعب النادي الاسماعيلي هو اللي خد الفاول. ادي عبد الله محمد قدامنا اللاعب رقم 2، كان قريب منه احمد ايمن رقم 12، يعليها تاني فارس مصطفى فارس هناك عند عبد الله السعيد، راجع لورا احمد سيد غريب انما بسن الجزمه نادر فرج يردها وياخد منها تماس النادي الاهلي. رمي التماس الشوط الثاني اقل في البدايه الهجوميه والسيطره للاعيبه النادي الاهلي، وقلت افضل للعيبه النادي الاسماعيلي حتى لو ما كانش في تهديد مباشر لمرمى محمد اشرف، انما بيتواجدوا في وسط الملعب والرغبه الهجوميه عندهم زادت نسبيا. يلعب على طول جلال فارس رميه التماس لقدام، محمد ياسر يستلم ضاغط عليه مش سايبه جاي من ورا عبد الله محمد، ولكن في دفعه ياخد معاه فاول محمد ياسر. الدقيقه 57 الاهلي 1 عن طريق محمد فخري، في الدقيقه الثامنه لقاء الاهلي والاسماعيلي اللي بنتابعه مع حضراتكم مع استاد الاشبال والاستوديو التحليلي بصحبه نجم مصر والنادي الاهلي الكابتن اسامه حسني ونجوم التحليل الفني كابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. ادي تبديل كمان يسحب محمود البدري الباك الشمال، يبقى محمود البدري خرج ويلعب مكانه أحمد عبد الوهاب لاعب رقم 4. يبقى عمل تبديلين كده الكابتن عاطف عبد العزيز، دفع بزيزو مكان مروان شوقي، وأدي كمان أحمد عبد الوهاب مكان محمود البدري لاعب الجبهة الشمال الدفاعية. استلام من جلال فارس على الأرض يظبطها أحمد سيد غريب، ولكن ياخد فاول ضربة حرة
لسه النتيجة لغاية دلوقتي مكشوفة بلغة الكورة، نتيجة غير مطمئنة للعيبة النادي الأهلي. شفنا لقاء فريق 2006 كان ماشي بنفس السيناريو كده أمام إنبي، وفريق إنبي تعادل في آخر 4-5 دقايق، ولكن رجع النادي الأهلي في الدقيقة 90 بهدف. بنتكلم على سيناريوهات اللقاءات اللي بتبقى النتيجة فارق جول وانت مسيطر وبتضيع كتير. محمد فخري ماشي، محمد فخري ياخدها ويكمل بيها بمجهود فردي من الطرف الشمال، ضغط عليه محسن الحجف واحمد ايمن، الاثنين بيقفلوا ويرجع لهم كمان محمود عبد الله، بقى 4 لعيبه. لعيبه النادي الاسماعيلي بداوا يضغطوا باكتر من لعيب في الاماكن اللي فيها الكوره عشان يقفلوا تماما على المحركات الهجوميه للعيبه النادي الاهلي. عاليه طويله هناك عند احمد غريب، محسن مقفل مكانه، كابتن النادي الاسماعيلي يعليها. بص نادر فرج رجع لغايه فين، الطرف اليمين الهجومي، احمد ايمن يمشي، احمد ايمن عند مصطفى فارس، خدها لعيبه النادي الاهلي، محمد سلامه للخلف تماما عند محمد اشرف، يا ولد يا لعيب، يشيلها حلو محمد اشرف في اتجاه كريم سعد الله. احمد اشرف في وسط الملعب يستلم، محمد محمود عاوز يلعب على جنب، فعلا يلعبها لكريم، كريم لازم يشيل عرضيه حلوه، العرضيه خطيره مش ممكن اللي فاتت دي، يلعبها تاني غريب، ممكن محمد ياسر، خطيره خطيره اللي فاتت، ولكن تعدي الكوره ويلحقها مره تانيه محسن الحجف الى خارج الملعب. انما هجمه في منتهى الجمال وجمله تكتيكيه واضحه المعالم للاهلاويه. بص شوف عرضيه كريم سعد الله، عايزه بس حد يحط جبهته، في اعتقادي طلع قبلها كده احمد اشرف، لو كان ظبط يا دوبك لو حط جبهته كان هيبقى الجون التاني، تترد تاني لمحمد ياسر، ولكن يعمل بلوك عبد الله محمد في واحدة من أخطر هجمات الأهلي في الشوط الثاني. ضربة ركنية موجودة، كان غايب الهجمات الشرسة طوال 13-14 دقيقة. الكرة اللي حركها محمد محمود حلوة قوي لكريم سعد الله، وعمل العرضية وطلع لها أحمد أشرف وعدت من قدامه. إن شاء الله يقوم محمد ياسر سليم، ما فيهوش أي حاجة، اللي واقع قدامنا بيكمل علاجه. كلمت وقلت ان مباراة اليوم مباراة من المحطات الصعبة للنادي الاهلي، وصدام قوي للعيبة النادي الاسماعيلي في مشوارهم في دوري الشباب. اقوى قدرات هجومية لغاية دلوقتي في 5 اسابيع لعب هم النادي الاهلي، اللي سجلوا النهاردة هدفهم رقم 14، يجي وراهم نادي فاركو الصاعد الحديث للدوري الممتاز ب 12 جون لغاية الأسبوع أو بداية الأسبوع الخامس، وإحنا بنتكلم على بعض الأرقام لكلا الفريقين. أدي الكرة كانت طلعت ضربة ركنية قبل ما يقع محمد ياسر ويكمل علاجه، وقام سليم الحمد لله، تبديل وحيد للنادي الأهلي. أحمد نبيل كوكا اللي قاعد قدامنا أهو هناك خلف المرمى، خرج مع نهاية الشوط الأول أو بين الشوطين بقى نبيل كوكا. محمد فخر على أيام القريب يلعب عرضية، تدخل دفاعي راجع لورا نادر فرج مع زمايله، يلعبها لعبد الله السعيد، انما يشترك معاه ويخلصوها لعيبه النادي الاهلي كويس قوي. احمد اشرف عاوز يغير اتجاه اللعب، برافو يا ولد على الرؤيه في المكان الفاضي، الدنيا كانت اتزحمت تماما في الطرف الشمال، ترجع تاني كريم سعد الله الى محمد محمود، من لمسه واحده يسندها له، التبديل اهوت اللي اتعمل برضه. ادي تسديده جامده، تسديده جامده، علي عمرو نزل، يبقى خرج برضو محمد ياسر يعتبر مصاب، يعني تبديلين النهاردة للنادي الأهلي والتبديلين للإصابة، وممكن يكون برضو خروج محمد ياسر مش عايز يغامر بيه كابتن عمرو أنور، ويدي بقى لعيب بقدرات علي عمرو في الوقت اللي جاي بنفس مهام محمد ياسر قلب الهجوم. ادي اول لمسة لعلي عمرو لمحمد محمود بعد نزوله في الدقيقة 61، والتسديدة انما جسمه ما كانش معدول محمد محمود. ثالث تبديلات النادي الاسماعيلي، خارج لاعب الوسط مصطفى فارس، برضه لعيب كويس على فكره مصطفى فارس، كانوا دفعوا باحمد عبد الوهاب وزيزو مكان مروان شوقي ومحمود البدري، يبقى 3 تبديلات للكابتن عاطف عبد العزيز المدير الفني للاسماعيلاويه، وتبديلين للنادي الاهلي عملهم الكابتن عمرو انور بوجود كريم سعد الله وعلي عمرو. لسه جوه الملعب، محسن يقطعها، لسه ما حدش قرب منه عشان يسند عليه، يطول لقدام،
تنظيم دفاعي جيد من الثلاثة هوت موجودين محمد سلامة وهاني عمرو، وجنبهم لو فتح الكادر شوية كان هيبقى كريم سعد الله. تلعب الكرة تاني من جديد، أحمد غريب، أحمد سيد غريب يسلمها لمحمد محمود، يا ولد يا لعيب، يروح في المكان الفاضي إلى زياد، زياد طارق، طالع له كريم، كريم سعد الله، كريم، كريم، تدخل دفاعي من أحمد عبد الوهاب ويطلعها بره إلى ضربة ركنية. آد أحمد عبد الوهاب أحد بدلاء النادي الإسماعيلي اللي لعب مكان البدري، تبديل صريح في الجبهة الشمال. بعد ما حس كده الكابتن عاطف إن جبهته مضغوطة بشكل مؤثر بعد ما نزل بقى كريم سعد الله وقدامه زياد طارق، الاثنين عندهم القدرات بشكل كويس قوي. ضربة ركنية برضه على أيمن قريب، تعدي خطيرة يشتت الدفاع، ولكن في صفارة وضربة حرة. ضربة حرة راجع تاني على وسط ملعبه هاني عمرو اللي كان متقدم يلعب بدماغه. مساك النادي الأهلي بيتكلم الحكم مع علي عمرو بيقول له العب على الصفارة، وضربة حرة هيلعبها أحمد مصطفى برضو، واحد من اللعيبة اللي أجادت النهاردة على فكرة حارس النادي الإسماعيلي، شال كورتين كويسين قوي كانوا قريبين للتهديف من لمسة واحدة. زياد طارق برضو، أحمد أشرف، وان تاتش أمامية هناك في الجبهة الشمال، جلال فارس، جلال بداية الهجمة بدأوا حلو قوي عرضية، إنما يطلع تاني محمد طاهر إلى ضربة ركنية. إنما عملوا جملة حلوة قوي لعيبة النادي الأهلي لو جبناها من البداية، إن هم نقلوا نفسهم من وسط ملعبهم لغاية العشرين متر الأخيرة في وسط ملعب النادي الإسماعيلي بثلاث أربع تمريرات فيهم سرعة وفيهم مهارة، ونقلوا الحركة الهجومية بشكل أكتر من رائع. ضربة ركنية، محمد فخري صاحب هدف اللقاء الوحيد لغاية دلوقتي، محمد فخري بيشاور لزمايله يلعبها هناك المرة دي، ممكن خطيرة بقى، ده اسمه كلام علي عمرو، كانت لازم تبقى جون، خطيرة خطيرة اللي فاتت جايلك خلصانة خلصانة يا علي يا عمرو. يبقى النادي الأهلي بيضيع للمرة الثالثة والرابعة مع الدقيقة 65 من ركنية محمد فخري اللي عملها بشكل حلو قوي ورايحة متقشرة لعلي عمرو. إنما بجوار القايم لو حسبت الكرات اللي ضيعها فراودة النادي الأهلي على مدار الشوطين أكتر من أربع خمس فرص محققة. آدي اللعبة تاني أهو، بص بقى علي عمرو تحس كده إن هو غمض، يعني هو ركز يلعب بشكل فيه جمال وينزل للكورة أكتر ما ركز إن هو يحطها في المرمى، ولكن هدف ضائع مع الدقيقة 65. طويلة أمامية، عبد الله محمد يسقط لقدام، يظبطها أحمد أيمن من وسط ملعبه، يقف قدامه كويس أوي يا ولد يا لعيب ويخلصها. هاني عمرو بشكل جيد، أحمد عبد الوهاب من وسط ملعبه يعلقها لقدام، خطيرة جوه ال 18، إنما هيدي إنذار بداعي الوقوع كده اللاعب النادي الإسماعيلي. محمد زيدان ياخد إنذار. محمد زيدان أحد برضو البدلاء اللي دفع بيهم النادي الإسماعيلي، ياخد إنذار. عجبني الحكم النهاردة في قراراته، أماكن التواجد قريب من كل كورة، عشان كده بيديله ارتياحية في القرارات وسهولة. دي اللعبة اللي ضيعها علي عمرو، كورة قريبة كان عايز يحط فيها، يعني حطها بجنب دماغه، لا عايزه جبهته وهي جاية كده تحط فيها الجبهة، يتكلم عليها أفضل مننا كابتن أسامة حسني والكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت في الاستوديو التحليلي. يبقى انذار لمحمد زيدان اللي وقع في اللعبة اللي فاتت وكان قريب الحكم واداله كده بادعاء الوقوع، إن شاء الله يقوم. محمد سلامة ما فيهوش حاجة، تدخل من نادر فرج لاعب النادي الإسماعيلي معاه. شوط تاني متكافئ، إنما النادي الأهلي أكتر خطورة مازال في الهجمات بتاعته لو اتكلمنا على مراحل الوصول لل 18 والمرمى، معظم اللعب بقى من 18 لل 18 بين الفرقتين. عمل تبديلاته الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي عشان يغير واقع الأداء الهجومي بوجود زيزو ومحمد زيدان، إنما لغاية دلوقتي مفيش جديد. أحمد أشرف يخلصها مع محمد محمود، توصل لمحمد فخري من لمسة لجلال فارس، يرجع أحمد سيد غريب
محمد فخري تاني، اربع تمريرات بشكل حلو، شيله حلو قوي. محمد محمود يا ولد يا لعيب، خطيره اللي فاتت، عمل تمريره في منتهى الجمال، محمد محمود يرفعها كده ويشيلها لعلي عمرو اللي برضه قريب من التسجيل، ولكن بيعمل تحركات ايجابيه، ناقص اللمسه الاخيره لعلي عمرو مهاجم النادي الاهلي اللي دفعوا بيه مكان محمد ياسر. بص شالها بقى ازاي، بص محمد محمود زي الكره الشراب كده في ملاعب الخماسي، يا ولد يا لعيب بمعلمه، الراجل شايلها ايه، بلسم، شايل له واحده خلصانه، انما علي عمرو كانت هتبقى الهدف الثاني للنادي الاهلي. ضربه حره، محمد فخري طويله لقدام يردها عبد الله محمد في وسط الملعب، عبد الله السعيد يرجع احمد سيد غريب ويقطع، انما في لمسه يد، ضربه حره لصالح النادي الاسماعيلي، يلعبها عبد الله السعيد هناك عند محسن الحجف في الجبهه اليمين، استلم محسن ويرجع لورا، عرضيه حلوه المره دي، عرضيه خطيره مش ممكن اللي فاتت، خطيره، خطا دفاعي من لعيبه النادي الاهلي محمد سلامه وهاني عمرو. التمركز اللي اتكلم عليه كابتن حشيش بين الشوطين، كابتن محمد حشيش اتكلم على الحته دي، بص العرضيه الخطيره، اخطر واشرس الهجمات للنادي الاسماعيلي في مواجهه اليوم، ادي العرضيه اتعملت في منتهى الجمال والروعه، جاي من وسط ملعبه وعملها حلوه حلوه اللي فاتت ديت، ادي العرضيه اهي، وكان هيجيب الجون الاول محمد زيدان، انما يشيلها كده هجمه تخض جماهير الاهلي ولاعيبته. عرضيه المره الثانيه، تواجد هجوم لعيبه النادي الاسماعيلي الدقيقتين اللي فاتوا بعد العرضيه الخطيره اللي اتعملت من الجبهه اليمين، تترد تاني على وسط الملعب في اتجاه علي عمرو، انما يخلصوها الدفاع محمد طاهر لعبد الله محمد، يضغط من قدام احمد سيد غريب، سلامات يا كوكا، قاعد كوكا ورا الجون اهوت، الراجل حاطط تلج كده على رجله بعد الخبطه اللي خدها في نهايه الشوط الاول. محمد محمود تاني، محمد محمود خد عبد الله السعيد وعايز يعدي من محسن، انما طلعت بره، وادى الحكم قبلها دفعه في فاول على محمد محمود، ولكن هجمه النادي الاسماعيلي هي افضل تواجد ليهم النهارده على مستوى اللعب الهجومي والتاثير على مرمى محمد اشرف. العرضيه اللي اتعملت من جبهه محسن الحجف وعبد الله السعيد اللي شال عرضيه في منتهى الجمال والروعه، والتواجد لمحمد زيدان بين مدافعي النادي الاهلي، ولكن كان قرب بشكل حلو قوي كريم سعد الله، يمكن الاشتراك كده اللي عطل شويه المهاجم محمد زيدان. تلت ساعه على نهايه احداث المباراه، النادي الاهلي متقدم بجون عن طريق محمد فخري بعد 8 دقائق، الشوط الثاني افضل للعيبه النادي الاسماعيلي، هجمات النادي الاهلي الاقرب للتسجيل كان علي عمرو مرتين، تترد تاني زياد طارق لاحمد اشرف، يشيل لقدام كريم سعد الله في اتجاه علي عمرو، ياخدها ويخلصها زياد طارق، طارق خطير خطير، عاوز يعدل على شماله، انما معاه عبد الله محمد، كره مشتركه قدام المنطقه يخلصها عبد الله، عاوز يعمل مرتده سريعه هناك في اتجاه احمد ايمن لزيدان، زيدان لعيب خطير خطير، انما يا ولد يا ولد يا محمد يا اشرف، زيدان خطير خطير، ويطلع في توقيت مثالي محمد اشرف عشان ينقذ النادي الاهلي من هدف التعادل. بص شوف الهجمه من اولها، ادي الحكايه من اولها، اتعملت حلوه قوي من عبد الله محمد قلب الدفاع اللي بدا التمرير ليه احمد ايمن، يسلمها للمنطلق زيدان اللي خد كده لاعب النادي الاهلي محمد سلامه على الثابته، ويعمل انفراد ولكن قفل المرمى، نموذج نموذج محمد اشرف، هجمه في منتهى الخطوره، الشراسه الهجوميه للنادي الاسماعيلي، ادي عرضيه خطيره، ضربه راس مش ممكن، خطيره خطيره، النادي الاسماعيلي يفاجئنا بثلاث اربع هجمات في منتهى الخطوره. دقيقه 72 الاسماعيلي اخطر في اخر خمس دقائق، ظهروا مرتين عن طريق محمد زيدان اللاعب البديل، سواء الكرة اللي هو عملها بدماغه وطلعت فوق المرمى، او اللي كان هيعمل انفراد وعمل انفراد بالفعل بالحارس محمد اشرف، وتعامل اشرف في منتهى الجمال والروعه، تمريره اماميه، لقاء حلو، لقاء قوي، قلنا مباراه فيها نديه وتكافؤ رغم سيطره النادي الاهلي والاهداف الكتير اللي ضيعوها في الشوط الاول، علي عمرو برضو اللي جاي بيقرب من زياد طارق في الجبهه اليمين، ادي زياد يا ولد يا لعيب، يلعب عرضيه
لما يشيل الدفاع ويشتته. بدأوا دلوقتي لعيبة النادي الإسماعيلي يعتمدوا على التمرير الطول الأمامي، أول ما يقطعوا يلعب في اتجاه محمود عبد الله وزيزو وزيدان، الثلاثي اللي بيقوم بالمهام الهجومية، تاني بدماغه أحمد عبد الله لأحمد أيمن لقدام ملعوبة في اتجاه محمود عبد الله، أحمد عبد الوهاب يلعبها له، إنما جاي من المنطقة الدفاعية بشكل كويس ثاني عمرو يخلصها، محمد فخري، محمد فخري إلى أحمد أشرف يستلم ويلف حوالين نفسه، عاوز يروح في المكان الفاضي يغير اتجاه اللعب هناك عند جلال فارس، إنما مقطوعة، ضغط نفسه وفرقته بهجمة، أحمد أشرف لاعب الوسط ياخدها تاني، محسن من الطرف اليمين بيقرب من المنطقة، محسن مشيت معاه في منتهى الخطورة تسديدة، إنما برافو يا ولد يا لعيب، التألق والتعاملك لمحمد أشرف حارس مرمى النادي الأهلي في مناسبتين مهمين جدا يخلص كل الأزمات الدفاعية. بكل أمانة الإسماعيلي أخطر، بكل أمانة الإسماعيلي قريب للتعادل، ولو لعيبة النادي الأهلي ما خدتش حذرها الأوقات اللي جاية هيقدروا يروحوا للتعادل لعيبة النادي الإسماعيلي. آدي التسديدة والتعامل بتاع محمد أشرف اللي شال انفراد من محمد زيدان، وادي تسديدة كمان وضربة ركنية لصالح النادي الإسماعيلي، حكم شايف فيه احتكاكات بين اللعيبة داخل الصندوق عشان كده بيتكلم معاهم، محمد زيدان رقم 22 إنما لعيب خطير، محمد زيدان تلعب عالية على القايم البعيد، ولكن ضربة رأس من نادر فرج بجوار القايم، دي الهجمة اللي كان عملها بوش رجله، ثلاث تمريرات وصلوهم لغاية 18 النادي الأهلي. الاعداد مع مخرجنا بيبو جايب لنا الحاجات المهمه، تسلم، ادي الكره اهي، احمد ايمن وصلها بقى لزيدان، خد المدافع سلامه على الثابته ورقصه حلو قوي، ولكن خروج اكتر من رائع للحارس محمد اشرف، حارس مرمى جيد جدا على فكره، لا يقل كفاءه عن حمزه علاء، الاثنين اللي موجودين في حراسه مرمى فريق الشباب، ومعاهم كمان عاصم سليم اللي موجود على الدكه النهارده. تتلعب الكرة تاني في الجبهة اليمين، استلام من زيزو، أحمد زيزو يلعبها لنادر فرج، محمد سلامة بيغطي يطلع ويشيل، يستلم محمد فخري، تمريرة حلوة إنما مفيش راية، يلا أحمد سيد غريب، خطير خطير أحمد سيد غريب في المرمى، خطيرة مش ممكن اللي فاتت، أحمد سيد غريب إنما يطلع عبد الله محمد منين؟ طلع لها من تحت الأرض عشان يشيل الهدف الثاني اللي كان هيطمن لعيبة النادي الأهلي ويأمن النتيجة ليهم، إنما بص تمريرة محمد فخري يا ولد يا لعيب، مفيش تسلل ولا في أي حاجة، لو فتح الكادر كده كان مغطي مدافع النادي الإسماعيلي، خد أحمد سيد غريب كان ممكن يلعب كمان لعلي عمرو، إنما فضل يلعبها في المرمى يشيلها المدافع محمد طاهر، والله قلنا عبد الله محمد، انما محمد طاهر هو اللي ينقذ فرقته من الهدف الثاني. ادي بيحيوه زمايله عبد الله محمد والحارس احمد مصطفى، محمد سلامه كان في اصابه وبيطمن عليه الجهاز الطبي، ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي، ركنيه محمد فخري هو اللي هيلعبها، لسه محدش قرب من القايم كده هيلعب على القريب ولا البعيد، لسه رايح دلوقتي هاني عمرو، انما يطلع بالبوكس احمد مصطفى، كان لعيبه النادي الاهلي كلهم قريبين من نقطه الجزاء وعلى القايم البعيد، ادي الكره اللي عملها احمد سيد غريب ويطلعها المدافع محمد طاهر عشان ينقذ فرقته من الهدف الثاني. محمد محمود يقلبها لزياد طارق، زياد دخل المنطقه، انما احمد عبد الوهاب يرجع لورا ويقفل وتخبط وتطلع بره الى ضربه مرمى. ادي احمد عبد الوهاب بروح طيبه مع محمد محمود لاعب النادي الاهلي في الفريق الاول وكابتن فريق الشباب في مواجهه اليوم. مباراه قويه، الشوط الثاني قلنا النادي الاهلي تراجع نسبيا عن مستواه اللي كان بيلعب بيه ومسيطر فيه ال 45 دقيقه الاولى، وايضا عدد الهجمات المؤثره والاهداف اللي ضاعت منه خلال الشوط الاول. الشوط الثاني برضه علي عمرو لاعب البديل كان قريب مرتين،
ولعبة أحمد سيد غريب الأخيرة من دقيقة أقرب الكرات للتسجيل، تاني ملعوبة أحمد سيد غريب، إنما قبل محمد محمود تدخل من محمد طاهر، تروح هناك عند عبد الوهاب، محمد طاهر بدماغه ياخدها علي عمرو لمحمد محمود، تدخل من الدفاع يشيلها على مرتين دفاع النادي الإسماعيلي، محمد طاهر المرة دي يشتت لخارج الملعب. ادي كرة من زاوية تانية، الانفراد اللي راح بيه أحمد سيد غريب ورفع عينه على فكرة عشان يشوف مين اللي جاي له في الناحية العكسية أو بعرض الملعب، حطها حلوة قوي على فكرة، إنما ارتداد دفاعي نموذج لمحمد طاهر. مرتين ثلاثة بتتعادل اللعبة، محمد محمود يقع على الأرض ويطلع الدفاع طويلة أمامية هناك عند محمد زيدان، خدها محمد سلامة من النادي الأهلي عالية قبل زيزو يخلصها أحمد أشرف، ولكن في صفارة، وقت صعب جدا على كلا الفريقين، النادي الأهلي عاوز يأمن بجون، والنادي الإسماعيلي في محاولات واجتهاداته في الشوط الثاني عاوز يتعادل الأوقات اللي جاية، وقت اللا عودة، الفرقة اللي هتجيب جون خلاص، الأهلي يجيب جون يقرب من الثلاث نقاط. محمود عبد الله يرجع لورا بعرض الملعب عند أحمد أيمن، يقرب منه زياد طارق، يفتح في الناحية العكسية لنادي الفرج اللي نقل نفسه من الجبهة اليمين، أحمد عبد الوهاب يستلم الباك الشمال، أحمد عبد الوهاب قافل عليه مش سايبه علي عمرو اللي راجع بيقدم واجباته الدفاعية، علي عمرو يا ولد، يقطعها ويلعبها لزياد طارق من لمسة واحدة، محمد فخري ماشي، محمد فخري هيبقى فيه فاول وانذار، انذار فعلا ليه محمود عبد الله، هنشوف كده محمود كان واخد انذار في الشوط الاول ولا ايه. ادي محمد فخري وعطله محمود عبد الله، لا انذار اول لمحمود عبد الله، وكانت هتبقى هجمه في منتهى الخطوره، وبذكاء كده محمود عبد الله عمل فاول فني يعطل بيه بدايه الهجمه المرتده المؤثره للعيبه النادي الاهلي. سلامات يا فخري، ان شاء الله هيقوم سليم ما فيهوش اي حاجه. نازل اهوت الدكتور حسن فاضل طبيب النادي الاهلي مع الكابتن محمد السيد يطمنوا على محمد فخري. اقل من 10 دقائق على نهايه المباراه، تقدم اهلاوي بجون، صاحب الهدف الوحيد فخري المصاب قدامنا اللي بيسجل النهارده تاني اهدافه في دوري 2021-2022، وقلت لحضراتكم ان هدافين النادي الاهلي احمد سيد غريب ثلاث اهداف موجود في تشكيله لقاء اليوم، ومحمد مغربي قلب الدفاع اللي جايب برضه ثلاث تجوان من ال 14 هدف اللي سجلوهم، تتلعب على طول هناك عند جلال فارس اللي لعب باك شمال في الشوط الثاني بعد اصابه كوكا، كان بدا المباراه في الجبهه اليمين الدفاعيه. نشوف الهجمه، محمود عبد الله، محمود يشيل عرضيه في منتهى الخطوره انما تعدي ويسيبها لنفسه كريم سعد الله، ضغط عليه نادر فرج تخبط فيه، ترجع تاني لكريم يعلقها لقدام زياد طارق، يرد عليه محمد طاهر من النادي الاسماعيلي، احمد اشرف بمعلمه ينقلها لمحمد محمود، محمد مع علي عمرو لمحمد محمود خطير، يسلمها لاحمد سيد غريب، بعدت عن المواجهه اتطرفت شويه، عاوز يلعب عرضيه تاني احمد سيد غريب ولكن يضيع الهجمه على فرقته. احمد مصطفى طويله اماميه هناك في اتجاه نادي الفرج بره الملعب، كريم سعد الله يطلع الى رمي التماس اللي قلت لحضراتكم واحد من اللعيبه اللي عندها مرونه تكتيكيه، كريم ممكن يلعب في وسط الملعب ارتكاز بشكل جيد، لعب النهارده باك يمين وراح جلال فارس في الجبهه الشمال بعد اصابه كوكا، احمد نبيل كوكا بره الملعب الى رمي التماس للمره الثانيه، بيقربوا شويه لعيبه النادي الاسماعيلي من 18، محمد سلامه وهاني عمرو عملوا اخطر هجماتهم في الشوط الثاني، يعني الشوط الاول بالكامل يمكن تسديده كانت وحيده على مرمى محمد اشرف، نشوف رميه التماس العاليه داخل المنطقه يطلع دفاع النادي الاهلي، راجع لورا زياد طارق ويكمل فيها كريم سعد الله، انما ياخدها احمد ايمن تطلع بره، هنشوف ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي.
وقت صعب جدا على كلا الفريقين، مجهود كبير قدموه في مباراة اليوم. الأهلي كان أفضل طوال فترات الشوط الأول، الشوط الثاني الإسماعيلي تطور أداؤه نسبيا عن ال 45 دقيقة الأولى، عملوا هجمات في منتهى الخطورة عن طريق محمد زيدان مرتين على مرمى محمد أشرف اللي تألق وتعملق النهاردة في الحفاظ على التقدم لفرقته. وادي تبديل محمد رضا لاعب النادي الأهلي اختيار في السبع ثمان دقايق اللي فاضلين في الوقت اللي جاي، تتلعب عالية طويلة، يبقى محمد رضا نزل من على دكة البدلاء وكان لعب كريم سعد الله ولعب علي عمرو، يطلع مرة تاني أحمد عبد الوهاب في اتجاه نادر فرج، أحمد أشرف يقلبها أمامية، محمد طاهر من على حدود المنطقة بدماغه، تاني محمد فخري يستلم ويحطها على الأرض عايز يضغط ويروح لقدام إنما يعطله، تطلع بره أحمد أيمن اللي رجع في الجبهة الشمال عند عبد الوهاب وياخدوا منها تماس لعيبة النادي الأهلي. رمي التماس بيقرب محمد رضا من كريم سعد الله، يلعب عرضية حلوة يا ولد يا لعيب، يلعبها كريم الناحية التانية عند أحمد سيد غريب بيعمل عليها مجهود كبير قوي، ولكن تطلع بره إلى رمي التماس. رمي التماس أدي العرضية اللي عملها كريم سعد الله، كان ضم علي عمرو لجوه على الأيم البعيد كان موجود أحمد سيد غريب، هجمة للنادي الأهلي ولكن تمر في الناحية العكسية، طلع تاني الدفاع على منطقة وسط الملعب، محسن الحجف ياخدها وطالع جايله محمود عبد الله، اشتراك تاني خلصها كويس قوي عند أحمد غريب عاوز يلعب تمريرة أمامية إنما جامدة قوي على علي عمرو، تروح سهلة لأحمد مصطفى، تلعب الكرة تاني إنما بره الملعب إلى تماس، خرج محمد محمود ولعب مكانه رضا، خد شارة الكابتن أحمد أشرف بعد ما خرج محمد محمود، كريم سعد الله عاوز يطلع ويزق لقدام إنما أحمد أيمن اللي بدأ يقفل كده ويدافع قبل ما يوصل لعيبة النادي الأهلي لأحمد عبد الوهاب خلصها كويس قوي، محمد رضا يا ولد يا لعيب، رضا خطير، عرضية حلوة انما طلع الدفاع يكمل فيه احمد سيد غريب، ولكن كان في صفاره قبل ما تعلى الكوره، في صفاره وضربه حره على علي عمرو، اعتبر كده ان في دفعه، هنشوف تاني العرضيه بتاعت محمد رضا، وادي على الايم القريب فعلا ادى دفعه على علي عمرو اللي كان قاطع على الايم القريب، حكم المباراه عامل مباراه في منتهى الجمال، في منتهى الجمال بكل امانه. احمد عبد الله صاحب ال 28 سنه، قلت لحضراتكم طائم تحكيم سكندري ليه مواجهة اليوم، أحد الصدمات القوية للنادي الأهلي في المرحلة رقم 5 من دوري الجمهورية، فريق الشباب 2001 يرد تاني، محمد طاهر عالية أمامية عند نادر فرج يكتم الكرة نادر لما ياخدها محمد فخري إلى كريم، عمل مجهود طيب برضو كريم بعد نزوله في الشوط الثاني، فاول لزياد طارق أحد نجوم المباراة، لو حطينا كده اسمين ثلاثة يبقى منهم زياد طارق، جلال فارس في الشوط الأول كان مقدم شوط في منتهى الجمال والروعة في مكانه وحتته الأساسية، ولكن اتنقل بقى للجبهة الشمال في ال 45 دقيقة الثانية، تاني كريم يرجع لورا، هاني عمرو عند محمد سلامة، محمد سلامة يطول لقدام أحمد سيد غريب لما طلعت بره إلى تماس، كابتن معتمد جمال بيتابع المباراة، مدربين المنتخبات عشان يتابعوا بقى للمنتخب الأولمبي الفترة اللي جاية، تاني ملعوبة محمد فخري، محمد فخري حلوة للزياد، زياد طارق هيطلع علي عمرو يلعبها له خطيرة ممكن إنما تتشال، لسه علي عمرو، فين الكرة وفين الجون؟ أحمد سيد غريب لسه موجودة الهجمة، يطلع رضا هجمة بثلاث أرواح، رضا اتأخر، رضا اتأخر، رضا بقول لحضراتكم هجمة بثلاث أرواح على مرمى النادي الإسماعيلي، كان ممكن يخلص على طول علي عمرو، كان ممكن ينهيها محمد رضا، ولكن كله رفض التسجيل. نادر فرج
كريم سعد الله ضغط عليه يرجع لورا عند محمد طاهر، طويله اماميه ولكن بره الملعب. هجمات النهارده النادي الاهلي والاهداف الكتير اللي ضاعت من المهاجمين او لاعب الوسط، لو عدينا كده يتعمل بقى احصائيه في الاستوديو، اكتر من 5-6 اهداف على مدار الشوطين. ادي اللعبه علي عمرو اول مره تترد له تاني عند محمد رضا واحمد سيد غريب. بقول لحضراتكم هجمه مرتين ثلاثه كان لازم حد يخلص الموقف الهجومي. طلعها بقى احمد مصطفى الحارس في المره الثالثه، وادي محمد رضا كمان صعبوا على نفسهم الكره تماما بعد ما كانت سهله في الاول يقدروا يسجلوا. اخر دقيقتين من الوقت الاصلي الاهلي متقدم بجون في مباراه في الشوط الثاني كان فيها نديه من كلا الفريقين، تلعب على طول من نادر فرج، نادر على حدود المنطقه، زيدان طلع دفاع النادي الاهلي دربكه في منتهى الخطوره، كره رايحه وجايه فيها خطوره وتاثير، ادي التسديده ولكن تعلى من زيزو بره الملعب. اخطاء دفاعيه ممكن تكلفك اجوان في اوقات قاتله، وانت مضيع اكتر من 6-7 اهداف تعمل مشاكل وازمات. وتملي نقول ان فارق جون نتيجه المباراه بتبقى مكشوفه لاخر ثانيه، خلاص اخر دقيقه هيلعب على طول محمد اشرف طويله في اتجاه جلال فارس يحطها جوه الملعب، انما يظبطها عبد الله محمد برضو واحد من اللعيبه اللي اجادت النهارده، زي ما بنتكلم على اللعيبه اللي اجادت في تشكيله النادي الاهلي، عبد الله محمد المدافع رقم 2 عامل مجهود كبير قوي، هو ومحمد طاهر اللي شال الكوره قبل خط المرمى ما تتخطاها لعبه احمد سيد غريب، اتنين قلبي الدفاع. يا ولد يا لعيب محمود عبد الله، محمود عبد الله خطيره، محمود عبد الله انما يقطعها، برافو يا محمد يا فخري، يرجع لورا ويقفل ويعمل الهجمه المرتده، يطلع احمد مصطفى من الناحيه الثانيه يلم ورا زمايله، مباراه رايحه وجايه من 18 لل 18 في منتهى الاثاره، سيبها له انت هيبقى متسلل، يسيبها له محمد فخري، عرضيه خطيره مش ممكن، الاستلام الاستلام هو المهم، الاستلام هو المهم. زياد طارق حريف يلعب زياد، محمد رضا ممكن الجون الثاني يا ولد، جول 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 زياد طارق، بقول لحضراتكم حريف حريف، ويجيب الجون الثاني عشان يأمن النتيجه، انما فين يأمن النتيجه في الثواني الاخيره الوقت المحتسب بدل الضائع. زياد طارق يكافئ نفسه ويكافئ فرقته بالهدف اللي سجله. ادي الحكايه من اولها، زياد طارق استلم اول مره قلت هربت منه، انما حيا الكوره من جديد مع محمد رضا، هات وخد في منتهى الجمال والروعه ويحطها على شمال الحارس عشان النادي الاهلي يتقدم بهدفين. محمد فخري في الدقيقه الثامنه ومحمد رضا يعمل الجول لزياد طارق في الدقيقه 91، يبقى زياد طارق بيسجل الثاني للنادي الاهلي بمساعده محمد رضا اللاعب البديل اللي لعب اخر ربع ساعه على حساب محمد محمود، تتلعب على طول تاني ضربه البدايه من نادي الاسماعيلي، 2 للنادي الاهلي دون مقابل للدراويش عن طريق فخري وزياد طارق، تتلعب الكره من جديد، احمد زيزو يلعبها لمحمود عبد الله، انما يرجع لورا احمد اشرف يا ولد يحلق على الكرة وياخد معاه رامي التماس، برضه من اللعيبه اللي قدموا عرض طيب النهارده احمد اشرف اللي خد شارة الكابتن بعد خروج محمد محمود. واتكلمنا على الاداء على مدار الشوطين، ادي اللعبه اهي زياد طارق حطها خدمته كده خبطت في رجله وصعبت المهمه على الحارس احمد مصطفى، اللي برضه الراجل النهارده طلع اكتر من 3-4 كرات في منتهى الخطوره. لازم نتكلم على الحارس محمد اشرف حارس مرمى النادي الاهلي اللي فيه ليه فضل في النتيجه بعد ما حافظ على التقدم بجون من لعبتين في منتهى الخطوره لمحمد زيدان لاعب النادي الاسماعيلي في اوقات صعبه جدا، التسديده اللي شالها والانفراد كمان اللي شاله محمد اشرف، اتلعب الكوره من احمد عبد الوهاب الى زيدان ياخد معاه فاول، ضربه حره لصالح محمد زيدان، خلاص بنقرب من النهايه، بدأنا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ثنائية أهلاوية على دراويش الكرة المصرية، 2-0 في ملعب النادي الأهلي، الأسبوع رقم 5 هيلعب أحمد أيمن، يلعبها جامدة مرة واحدة إنما يمسكها بثقة، برافو يا ولد محمد أشرف حارس المرمى، هيلعب على طول لقدام، عالية طويلة أمامية معاها صفارة نهاية المباراة
النادي الأهلي يحصد 3 نقاط جديدة في الأسبوع رقم 5 عشان يوصل ل 13 نقطة في جدول مسابقة دوري الجمهورية 2001 ثنائية أهلاوية عن طريق محمد فخري في الدقيقة 8 وزياد طارق في الدقيقة 91. عشاء ومتابعي شاشة النادي الأهلي في كل مكان، انتهت المباراة ولكن يبقى التحليل الفني مع الكابتن أسامة حسني ونجوم التحليل كابتن محمد حشيش دكتور أحمد ثابت. تحياتي، محمد عفيفي، إلى اللقاء.